رئيس الجمهورية يعطي من مدينة مبود إشارة انطلاق سنة الدراسية 2020-2021. رئيس الجمهورية يشرف على وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في مقاطعة مبود. افتتاح وإشغال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. مساء الخير إسماعيل. مساء النور بتا. نرحب كذلك بزميلي سالم الحميدي بلغة الإشارة. عاد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني مساء أمس بل مساء اليوم إلى نواكشوط بعد زيارة عمل لولاية غرغل، أشرف خلالها على افتتاح سنة الدراسية 2020-2021 وتدشين عدد من المشاريع الهامة لصالح السكان. واستقبل رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد البلال والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط. ورافق فخامة رئيس الجمهورية في هذا السفر السيدة الأولى مريم فاضل الداه ووفد هام ضم كلا من محمد مال عينين وليه وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح عبد السلام والمحمد صالح وزير البترول والطاقة والمعادن خديجة منتبوكة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي دي والزين وزير التنمية الريفية سيد أحمد والمحمد وزير المياه والصرف الصحي طالب والسيد أحمد وزير التشغيل والشباب والرياضة محمد أحمد والمحمد الأمين مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد محمود والبعسرية المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر تيام جامبار مستشار برئاسة الجمهورية أعمر علي سالم مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية عمر جي مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أحمد سالم والمحمد فاضل مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية صالح والدهماش مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. ولنا عودة إلى هذا الموضوع سادة المشاهدين ونواصل مع زيارة رئيس الجمهورية لولاية غرغل، حيث أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم من مدرسة مبود القديمة إشارة افتتاح سنة الدراسية 2020-2021. واستمع رئيس الجمهورية لدى وصوله المدرسة إلى النشيد الوطني الذي أدته كوكبة من تلاميذ المدرسة في زي موحد، حيث صدحت حناجرهم بأناشيد ترحيبية بمقدم رئيس الجمهورية، كما هتف التلاميذ وأولياء أمورهم فرحا بهذه المناسبة غير المسبوقة. وتجول رئيس الجمهورية بعد ذلك في مختلف الفصول الدراسية للمدرسة وزار كفالتها المدرسية. ونظمت بهذه المناسبة عروض وصور وخرائط تبين مساهمة مختلف القطاعات الوزارية في برنامج أولويات رقم واحد وطبيعة المشاريع المنجزة والتي هي قيد الإنجاز ومراحل تنفيذها والجهات المستفيدة منها. حضر حفل انطلاق السنة الدراسية الجديدة السيدة الأولى وعدد من أعضاء الحكومة. وبهذه المناسبة قدم وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح جوائز نقدية لعدد من التلاميذ المتفوقين بهذه المقاطعة. وتميزت التحضيرات هذه السنة بوجود الطواقم الإدارية في مقرات العمل منذ 9 نوفمبر وبحضور كافة هيئات التدريس في مواقع عملها، ذلك ما أفصح عنه وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في خطابه بهذه المناسبة. رئيس الجمهورية السيدة حرم فخامة رئيس الجمهورية أصحاب المعالي الوزراء السيد الوالي السيد العمدة السادة النواب أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية أحرى ترحيب باسم الأسرة التربوية بمختلف أطيافها في مدرسة مبود القديم توسعة، فبإشرافكم الشخصي المباشر على افتتاح السنة الدراسية للمرة الثانية يتضح ما تولونه من عناية فائقة لإصلاح القطاع، وتوجهون رسالة واضحة الدلالة لسكان هذه المنطقة
ومثيلاتها في البلد. فحواها أن السياسات مختلف القطاعات الوزارية تستهدف على رأس أولوياتها مناطق الهشاشة والقضاء على كل أشكال الغبن والتفاوت الاجتماعي. واسمحوا لي أن أنوه بحضور السيدة حرم رئيس الجمهورية الدكتورة مريم محمد فاضل ولد الله، وأن أذمن ما تقوم به من عمل خيري لصالح الفئات الهشة، وأن أرحب بها أحر ترحيب باسم الأسرة التربوية عامة وباسم التلاميذ وهيئات التأطير والتدريس في مقاطعة مبود خاصة. صاحب الفخامة، إن افتتاح السنة الدراسية 2020-2021 يزدان بإطلاقكم له من مدينة مبود لما تمثله هذه المدينة من معان سامية يسعى إصلاح قطاع التهذيب إلى إرسائها، فهي أيقونة التلاحم الاجتماعي ورمز الوحدة الوطنية والمثال الأحسن الذي يحتذى في حب العمل والتفاني في خدمة الوطن. والشواهد على إسهاماتها في تأسيس الدولة الموريتانية تضيق عن الحصر، كما أنه يأتي في وقت ما نزال نعم فيه بأجواء تخليد عيد مولد خير البرية عليها شرف الصلاة والتسليم، في حين تطل علينا ذكرى عيد الاستقلال، عيد الحرية والانعتاق، وهي فرصة سانحة لتهنئة فخامتكم باسم الأسرة التربوية بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا. فخامة رئيس الجمهورية، انقضت منذ أسبوعين أولى السنوات الدراسية في عهدتكم، ونحن اليوم في أول أيام السنة الدراسية الثانية، وذلك ما يتيح لي أن أعرض أمامكم إنجازات القطاع خلال السنة المنصرمة ضمن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وأن أتناول أهم ملامح خطة عمل القطاع. لقد استفاد القطاع من جو الانفتاح الذي عرفت الساحة السياسية، فبادر مطلع العام الدراسي المنصرم بتنظيم لقاءات موسعة شملت أطياف الفاعلين والمهتمين بشأن التعليم، وأفضت إلى إعداد خارطة طريق للإصلاح صادقت عليه الحكومة، وسينطلق مسارها التشاوري الموسع فور اكتمال ما يتطلبه افتتاح السنة الدراسية الجديدة من إجراءات، ليكتمل في منتصف العام الجديد باعتماد قانون توجيهي يحدد ملامح المدرسة الجمهورية التي يريدها الموريتانيون لتربية ناشئتهم. كما تم إنشاء المجلس الوطني للتهذيب الذي ستنطلق أعماله قريبا ليكون إضافة نوعية في توجيه مسار الإصلاح. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السادة والسيدات، لقد احتل الاهتمام بالمصادر البشرية حيزا كبيرا من عمل القطاع، حيث شهدت مخصصات الرواتب في ميزانية 2020 زيادة تجاوزت 5 مليارات أوقية قديمة، مكنت من اكتتاب حوالي 100 مفتش و712 مدرسا جديدا، والاستعانة بما يربو على 4000 مقدم خدمة التعليم لسد النقص في المدرسين وزيادة علاوة البعد بنسبة تراوحت بين 50 و100%، كما مكنت من رصد مبلغ 400 مليون أوقية قديمة لتحفيز المدرسين المتميزين، سيتم صرفه هذه الأيام بالتساوي لكل المدرسين تثمينا لما بذلوه جميعا من أجل إكمال السنة الدراسية المنصرمة التي تميزت بصعوبات جمة كان أبسطها تنظيم 5 امتحانات في أقل من 3 أشهر وتحضير الافتتاح الجديد في ظرف لم يتجاوز أسبوعين. وقد تعززت هذه المكاسب باكتتاب 883 مدرسا جديدا تم توجيههم إلى أماكن عملهم نهاية الأسبوع الماضي. وما تكريمكم بعد قليل للمدرسين المتميزين وتلاميذهم في هذه المنطقة إلا ترجمة أمينة لحرصكم يا فخامة رئيس الجمهورية على تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، كما أن مشروع إعادة تثمين دور المدرس وتطوير المصادر البشرية في قطاع التهذيب الذي صادقت عليه حكومة الأسبوع المنصرم سيشكل إطار عمل جاد وشراكة فاعلة لمواصلة ذلك المسار وتعزيزه. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السادة والسيدات، يشهد تحسين البنية التحتية للقطاع تقدماً مطرداً، وسأكتفي بالإشادة بمكانته الكبيرة في برنامج الأولويات رقم 1.
وبرنامج الأولويات الموسع، إذ تمت برمجته ما يربو على 2000 فصل دراسي جديد شرع القطاع في استلام الجزء الأول منها. وسأترك لمعالي وزيرة الإسكان والعمران والسياحة الترابية والسيد المندوب العام للتآزر تفاصيل هذا الموضوع، شاكرا لهما جهودهما الكبير في هذا المجال. وأود أن أنوه هنا بأن الكثير من مطالب السيد العمدة التي تتقاطع في كثير من أجزائها مع مطالب معظم العمد الموريتانيين ستجد النصيب الوافي ضمن هذا البرنامج. أما في مجال تحسين نوعية التعليم، فيتواصل العمل بطريقة منسجمة بين كل المتدخلين لمراجعة البرامج وإعادة تأليف الكتاب المدرسي ورسم خطة تطوير مدارس تكوين المعلمين والمدارس العليا للتعليم. وستشهد هذه السنة الدراسية إطلاق تجهيز البرامج الجديدة في السنوات الأوائل من كل سلك بشكل تدريجي يمكن من إدخال ما سيفضي إليه المسار التشاوري من مستجدات. كما سيشهد التكوين الأولي تحسينات عدة، وسيتم إطلاق برنامج موسع للتكوين المستمر للمدرسين ستنطلق مرحلته الأولى بعد أيام، يستفيد منها ما يزيد على 6000 مدرس. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السيدات والسادة، لقد حظي شبه قطاع التكوين التقني والمهني بعناية كبيرة تمثلت في تعزيز مصادره البشرية باكتتاب 102 من الأساتذة يتلقون الآن تكوينا ذا جودة معتبرة، وانطلق مسار إنشاء 3 مراكز لتطوير كفاءة المكونين، واكتمل إصلاح صندوق دعم التكوين المهني، وتم إبرام شراكات متعددة الأوجه مع أرباب العمل الموريتانيين. كما مكنت خطة السنوية من استقبال أكثر من 7000 تلميذا في مدارس التكوين، وانطلقت التكوينات المؤهلة لصالح أكثر من 3000 شاب، ويستفيد نبود من تكوين 60 شابا نود أن تكون بداية لتقريب خدمة التكوين من المستفيدين. وفي مجال البنية التحتية، تتواصل بوتيرة متسارعة أعمال بناء المدرسة الجديدة للتكوين المهني في الرياض بسعة 1200 متدرب، واكتملت توسعة مدارس العيون وروس وسيلي بابي، وتتواصل الأشغال في مدرسة كيفة، وسيتم وضع الحجر الأساسي لتوسعة مدرسة أطار في الأيام القادمة بإذن الله، بينما يتم التحضير لإطلاق مناقصة توسعة المركز العالي للتعليم الفني في نواكشوط. كما اكتملت إجراءات مناقصة اختيار مكتبي خبرة الدراسة التنفيذية لمدرستين جديدتين للتكوين التقني ستستحدثان في نواكشوط ونواريبو للتكوين في مجالات الصناعة وتقنيات الإعلام والاتصال. وسيعلن قريبا عن مناقصة لكتاب مكتب خبرة دولي لاعتماد نظام جودة وتصديق التكوين في 5 مدارس التكوين. وأود هنا أن أتقدم بالشكر للقطاع المكلف بالطاقة للتعاون المثمر في هذا المجال مع قطاعنا. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السيدات والسادة، تتواصل جهود تحسين حكامة القطاع التي انطلقت خلال السنة الماضية بالتدقيق في وضعية المصادر البشرية، واستمرت من خلال إطلاق مسار تشاركي ضمن لجان تسيير المدارس والشروع في تطوير نظام المعلومات لتسيير التهذيب والوقوف في وجه الكثير من المسلكيات التي تؤثر سلبا على أداء القطاع. وسيستمر تحسين الحكامة بإكمال هذه الورشات تدريجيا دون ارتجال أو تسرع، مع المضي قدما في تطوير لا مركزية التسيير وإشراك كل الفاعلين المحليين حتى الوصول للهدف المنشود بإرساء منظومة تسيير قادرة على تحويل الموارد المرصودة إلى نتائج ملموسة. عندها سيكون أسهل من الآن الوصول إلى تلبية بعض المصالح سيد العمدة. وقد شهد حشد التمويل لإصلاح القطاع تقدما كبيرا وتدخلات عديدة، نذكر منها على وجه الخصوص توقيع اتفاقية تمويل مشروع دعم التعليم القاعدي خلال الأسابيع الماضية بهيبة من البنك الدولي بقيمة 52 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1,931,800,000 فوقية قديمة جديدة، أي ما يعادل 19 مليار، ما يزيد على 19 مليار من الفوقية القديمة. كما سيكون وضع خارطة مدرسية معقلة ومنصفة وفعالة على رأس الأولويات. وفي إطار تعزيز المطرد لآليات المتابعة والتقييم،
ستتسلم الولايات الجنوبية والشرقية خلال هذا الحفل سيارات رباعية الدفع ضمن عملية تشمل كل المديريات الجهوية. وجدير بنا هنا أن نذكر ونشكر لكم يا فخامة رئيس الجمهورية تخصيص مبلغ 1,500,000,000 أوقية قديمة مساهمة في تخفيف وطأة كورونا على شبه قطاع التعليم الخاص. فخامة رئيس الجمهورية، لقد وضعنا نصب عيوننا خلال تنفيذ كل هذه الخطط تعليماتكم الحازمة بالانحياز للفئات الهشة والمغبونة. ويتقدم في هذا الإطار بجزيل الشكر والامتنان للسيدة حرم فخامة رئيس الجمهورية دكتورة مريم محمد فاضل ولده التي حرصت على أن تمنح جوائز قيمة للمتفوقين في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية من مقاطعات باركيول ونبود ووليانجا ومركز مال الإداري، وهو تكريم لكل تلاميذنا خاصة المنحدرين من فئات الهشة. كما أشكر المندوبية العامة للتآزر على إطلاقها اليوم لمكون التعليم ضمن برنامج الشيلة من إحدى مدارس نبود إذانا بتقريب الخدمة من المواطن وتحسين نوعيتها لصالح أطفال المناطق الهشة. وفي نفس الإطار سيرتفع عدد المستفيدين من الكفاءة المدرسية هذه السنة يصل إلى 136,198 مستفيد بعد استحداث بند بقيمة 400,000,000 أوقية جديدة في ميزانية الوزارة لتمويلها موازاة مع الدعم المقدم من وزارة الزراعة الأمريكية على 5 سنوات بقيمة 843,750,000 أوقية جديدة أي 22,500,000 دولار. وما قدمه برنامج الغذاء العالمي بقيمة 371,250,000 أوقية أي 9,900,000 دولار أمريكي على 4 سنوات. وأشكرهما جزيل الشكر لهذا الدعم، وستنال أيضا هذه المنطقة نصيبا وافيا من هذا البرنامج. من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي التي ستتسع لتشمل ولايتي غورغول والبراكنة، سترتفع نسبة تمدرس البنات وتتقلص نسبة تسربهن من خلال استفادة 152 البنت من مختلف تدخلات المشروع خلال فترة تنفيذه التي تشمل 6 ولايات. فخامة رئيس الجمهورية، لم يكن لهذه الجهود أن تثمر لولا جو التهدئة والانفتاح الذي طبع الساحة السياسية، والذي نرجو أن يستمر ويتعزز حتى يكتمل المسار التنموي بما فيه إصلاح التعليم في جو هادئ بعيدا عن أي تجاذبات يمكن أن تشكل عقبة في وجهه. فخامة رئيس الجمهورية، أيها السيدات والسادة، لقد انخرطت كل مكونات الأسرة التربوية في مسار الإصلاح متحلية بالجد والمثابرة والتضحية. فاسمحوا لي أن أعبر لهم عن كل شكر والامتنان، وأن أخص من بينهم المدرسين ونقاباتهم ومختلف فئات المؤطرين والرابطة الوطنية لآباء التلاميذ. واسمحوا لي أيضا أن أشيد بجهود شركاء آخرين كثر يضيق المقام عن حصرهم. أذكر منهم على وجه الخصوص الفريق البرلماني للتهذيب والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ورابطة الوزراء القدماء. فخامة رئيس الجمهورية، أستأذنكم في نهاية هذه الكلمة في التعبير باسمي وباسم كل أفراد الأسرة التربوية عن جزيل شكرنا وامتناننا لكم على ما تولونه من عناية لإصلاح قطاع التهذيب، وعلى تشريفكم إيانا بإشرافكم المباشر على افتتاح السنة الدراسية 2020-2021 من مدرسة مبود القديم التوسعة. واسمحوا لي فخامة الرئيس أن أفسح المجال لمداخلات معالي الوزراء والسيد المندوب العام للتآزر والسيد المدير العام للصندوق للإدارة والتنمية، وأن أتشرف بعد ذلك بدعوتكم لتكريم تلاميذنا ومدرسينا المتميزين وزيارة أقسام المدرسة والكفاءة المدرسية وزيارة أجنحة معرض الافتتاح. أشكركم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بدوره أوضح وزير المياه والصرف الصحي أنه تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد الشهر الأزواني عمل قطاع المياه والصرف الصحي على تبني خطة طموحة تهدف لتنويع المصادر المائية في المحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة رئيس الجمهورية السيدة الأولى، السادة الوزراء، السيد المندوب العام للتآزر، السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الجهوي، السادة المنتخبون، أيتها السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وأشكركم باسم ساكنة جرجل وجميع المستفيدين من توسيعة شبكة المياه في منطقة أفطوط الشرقي، والتي نحن بصدد تدشينها اليوم تحت إشراف فخامتكم. فخامة رئيس الجمهورية، نتيجة للتوسع العمراني على المجال الحضري لمدننا الكبرى والانتشار غير المنظم للتجمعات السكنية في الوسط الريفي وما يقابل ذلك من شح في الموارد المائية المتاحة، تكون الحاجة أكثر لإيجاد مصادر مائية متعددة. فخامة رئيس الجمهورية، لقد تجلى وعيكم بقضايا المياه وضرورة توفيرها لمواطنيكم في برنامجكم الانتخابي تعهداتي، الذي خصصتم فصلا مهما منه تعهدتم فيه بتوفير المياه للتجمعات السكنية حسب معايير محددة تميزت بالعدالة والإنصاف، كما أمرتم بإصلاح الأجهزة الفنية المسؤولة عن تسيير المياه في الوسطين الحضري والريفي. فخامة رئيس الجمهورية، إن تجسيد رؤيتكم تطلب من الحكومة ممثلة في قطاع المياه والصرف الصحي تبني خطة طموحة تهدف لتنويع المصادر والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار تسعى الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول وفقا لتوجيهاتكم لتعبئة الموارد المالية من أجل إنشاء السدود المائية الكبرى وتمويل مشاريع نقل المياه السطحية والجوفية بين مختلف مناطق الوطن، والاستثمار في شبكات توزيع المياه وبناء محطات التصفية وإدخال التقنيات الحديثة لتصفية المياه وتحليتها. أما فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإن القطاع يعكف الآن على تقييم شبكة الصرف الصحي لمدينة روسو من أجل تأهيلها، كما يدرس مع عديد الشركاء كيفية بناء شبكة لصرف المياه العادمة في مدينة نواكشوط. ورغم محدودية الإمكانات في هذا المجال، فقد استطاعت الحكومة خلال موسم الأمطار الماضي تخفيف معاناة المواطنين في أماكن مختلفة من الوطن عن طريق تدخلات المكتب الوطني للصرف الصحي. فخامة رئيس الجمهورية، إن تنزيل الخطة المشار إليها آنفا على أرض الواقع تطلب من القطاع تحسين ولوج مواطنينا في الوسطين الريفي وشبه الحضري لخدمات الماء الشروبي، حيث يجري التخطيط الآن لتزويد مدينة ولاتة وبلدية المبروك وبوغادوم وكذلك بريبافات الحوض الشرقي بالمياه. أما على مستوى نواكشوط، فإن إشغال توسعة شبكة توزيع المياه التي أشرفتم على انطلاقتها نهاية السنة الماضية تجري بشكل متسارع، حيث يتم في الوقت الحالي بناء 1430 كيلومترا من الأنابيب موزعة على 6 أجزاء تغطي معظم مقاطعات نواكشوط، مع ضمان 100,000 توصيلة منزلية. فخامة رئيس الجمهورية، لا تقتصر إنجازاتكم في الفترة القصيرة الماضية في مجال المياه والصرف الصحي على ما ذكرتم سابقا. وعلى مستوى الترارزة، تجري الآن إشغال تطوير شبكة المياه في بلدية نجاقو وبلدية أجوير، كما يجري تقييم شبكة المياه في مدينة روسو. أما في قيديماغا، فإن أعمال توسعة شبكة المياه في مدينة سليبابي أوشكت على الاكتمال في الوقت الذي اكتملت فيه أعمال زيادة الإنتاج
وذلك لتحسين ظروف ساكنة واديبو وبوغي وتيجيك جواطار. وفيما يتعلق بأعمال الحفر وإقامة شبكات المياه الريفية، فقد تم حفر عشرات الأبار الارتوازية في مختلف مناطق الوطن وكذلك الشبكات المائية، ويجري الإعداد لإطلاق مشروعين هامين لحفر 100 بئر ارتوازية وبناء 75 شبكة مائية جديدة في الوسط الريفي، فيما تتواصل منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة أعمال حفر ما يزيد على 50 بئرا ارتوازية. تجدر الإشارة إلى أن ولاية غرغل ستحظى بحصة معتبرة من هذا البرنامج. كما تجري الآن العديد من الدراسات المتعلقة ببناء السدود وإقامة محطات تحلية المياه وأحواض التحكم في مياه الأمطار، كما يجري التخطيط لتزويد بوح ديدة بالماء عن طريق حقل بوح شيشة، وكذلك بلدية العرية عن طريق الكيلومتر 17 من مدينة نواكشوط. ضخامة رئيس الجمهورية، سعيا من الحكومة لتجسيد رؤيتكم في مجال تخفيف آثار جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أمرتم بمجانية المياه في الوسطين الريفي وشبه الحضري، والتي أشرف عليها قطاع المياه بمعية القطاعات المعنية الأخرى، حيث تم توفير المياه لأكثر من 2000 تجمع سكني بتكلفة ناهزت 4 مليارات أوقية قديمة. كان نصيب ولاية غرغل منها حتى الآن حوالي 120 مليون أوقية، استفاد منها حوالي 200 تجمع قرن. فخامة الرئيس، يسعى قطاع المياه والصرف الصحي الآن وبخطى حثيثة لتنفيذ برنامجكم تعهداتي، وكذلك الخطط الاستعجالية المنبثقة منه كبرنامج الإقلاع الاقتصادي، حيث تم رصد الأموال الكافية لتأمين ضخ المياه إلى نواكشوط من محطة بني نعشي، وكذلك لإعادة هيكلة المكتب الوطني لتسيير المياه في الوسط الريفي ليقوم بمهامه على أحسن وجه. كما تم في نفس الإطار التبويب على بناء وترميم عديد الشبكات المائية الريفية، كما بدأ القطاع في رسم ملامح إصلاح الشركة الوطنية للماء. ضخامة رئيس الجمهورية، إن عزمكم على تغيير واقع الموريتانيين نحو الأفضل رغم الصعاب هو ما يدفعنا لتسريع وتيرة العمل لتحقيق تعهداتكم في أقصر الآجال وبأقل التكاليف. وفي هذا الإطار سيعكف القطاع في المدى القصير على تنفيذ 4 مشاريع هامة تتعلق بمياه الشرب بكل من داخلة نواذيبو ومنطقة أفطوط الشرق المرحلة الثانية والحوضين الغربي والشرقي، كما يعمل على إيجاد أفضل الطرق وأنجعها لتزويد شمال البلاد ومدن كيفا وتجكجة بالماء الشروب وتأهيل حقل إيدين. فخامة رئيس الجمهورية، لقد شكل الولوج الآمن للمياه الصالحة للشرب هاجسا كبيرا لسكان مناطق عديدة من أفطوط الشرقي كشلخة التياب والبرات والقبرة ومنقل والقصيبة ونبود وغيرها من التجمعات السكنية، وذلك نظرا للخصائص الجيولوجية والهيدرولوجية للمنطقة. ولمواجهة هذه الوضعية وتمشيا مع برنامجكم الانتخابي وإيمانا منكم بأن الماء أساس الاستقرار وأهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد عملت الحكومة لإيجاد حل سريع لسد العجز الحاصل في المياه على مستوى هذه المنطقة الواقعة بين ولايات غرغل والعصابة والبراكنة من خلال تعبئة الموارد السطحية لسد فم القليتة. وهكذا قام قطاعنا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2019 لنوفمبر 2020 بإنجاز مشروع هيكلي سيمكن من تحسين النفاذ إلى الماء الصالح للشرب في منطقة أفطوط الشرقي على مستوى 300 تجمع قروي. نذكر منها على سبيل المثال الحاصر ساكنة مدن وتجمعات مبود وهم القليتة وشلخة التياب ومنقل والقصيبة وميت والبرات على خطوط الأنابيب الرئيسية والثانوية الناقلة للماء الشروب باتجاه هذه المدن من الناحية الغربية والجنوبية لهضبة واو، وهي المرحلة التي ستشرفون على تدشينها انطلاقا من الخزان الرئيسي المعروف اصطلاحا بلا RMCK، والذي يأخذ رمزيته من تغذيته للمحاور الثلاثة الرئيسية من المشروع.
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية. لقد تم هذا الإنجاز من خلال تمويل وطني ودعم من شركائنا في التنمية، وهكذا تم في عهدكم إنجاز المقاطع 2، 1، 3، و5. أما بالنسبة للمقطع 2، 2 فقد اكتملت الأشغال فيه وسيتم استلامها مؤقتا مع نهاية شهر نوفمبر. ويستفيد من هذا المقطع مدن وتجمعات القبرة وبولحراث والرضيع الواقع على خطوط الأنابيب الرئيسية والثانوية الناقلة لماء الشارون باتجاه هذه المدن من الناحية الشمالية لهضبات واوا. صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية، إن تجسيد حكومة معالي الوزير الأول سيد محمد البلال لرؤيتكم التنموية الرامية إلى تشييد البنى التحتية العصرية الداعمة للنمو وتسهيل ولوج السكان للخدمات الأساسية وتنفيذها للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك التي حظي قطاع المياه والصرف الصحي بنصيب وافر منها، مكن من تعزيز الحصيلة الآنفة الذكر وتصور وإنجاز مشاريع جديدة ومواصلة الأشغال في عدة مشاريع هيكلية نذكر منها. المرحلة الثانية لمشروع أفطوط الشرقية الممولة من الحكومة الموريتانية وبعض الشركاء والتي تهدف لربط 60 قرية جديدة بالشبكة المائية لأفطوط الشرقي، وتشمل الأشغال ما يلي: إنشاء محطة عائمة لضخ المياه من سدهم القليتة تبلغ طاقتها حوالي 420 متر مكعب للساعة، إنشاء محطة لمعالجة المياه بجانب المحطة القائمة وتبلغ طاقتها حوالي 5000 متر مكعب لليوم، إنشاء خزان أرضي تبلغ سعته حوالي 2000 متر مكعب وحوالي 5 خزانات علوية لتوزيع المياه سعة كل واحد منها حوالي 25 متر مكعب، مد خطوط من الأنابيب لضخ المياه يبلغ إجمالي طولها حوالي 44 كيلومترا وقطرها حوالي 400 مليمتر، وخطوط من الأنابيب لتوزيع المياه يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 60 كيلومتر وتتراوح أقطارها بين حوالي 60 و90 مليمتر. صاحب الفخامة سيد رئيس الجمهورية، لقد وحدتم قلوب الموريتانيين وها أنتم تحققون أحلامهم. عاشت موريتانيا سائرة بثبات على درب التقدم والازدهار. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة في كلمة له خلال فعاليات افتتاح العام الدراسي الجديد بمقاطعة أمبود، أوضح أن استراتيجية قطاع الطاقة تهدف إلى ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء وخفض تكلفتها ونقلها إلى مراكز الإنتاج الرئيسي تمشيا مع الأهداف التي حددها البرنامج الرئاسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صاحب الفخامة سيد رئيس الجمهورية سعادة السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولداه، أصحاب المعالي الوزراء، السيد رئيس مجلس الجمهوري الجورجول، السيد العمدة، أيها المنتخبون، السيد الوالي، السلام عليكم ورحمة الله. أتشرف باسم قطاع الطاقة أن أرحب بكم اليوم في مدينة أمبود الذي تشرفون به منها فخامة الرئيس على حفل وضع الحجر الأساس لإشغال مشروع الكهرباء الريفية لمنطقة أفطوط الشرقي والتي تعد من أكثر المناطق حاجة إلى الكهرباء. فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة، إن هدف استراتيجية قطاع الطاقة هو ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء وخفض تكلفتها ونقلها إلى مراكز الإنتاج الرئيسية تماشيا مع الأهداف التي حددها البرنامج الرئاسي، وإن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى طفرة في مجال منشآت الطاقة والرفع من مستوى النفاذ إلى الكهرباء، كما نأمل أن يؤدي أيضا إلى تثمين المصادر الطبيعية لبلادنا مثل الغاز والطاقات المتجددة، محققين بذلك تنوعا عاليا في المزيج الطاقوي الوطني وخفضا معتبرا للاعتماد على مصادر الطاقة الحرارية الملوثة والمكلفة. وسيكون لهذه السياسة إن شاء الله لموجهة نتائج الأثر الإيجابي في تقليص التكاليف وتوفير النفقات وتعبئة الموارد الجديدة وإطلاق مشاريع تنموية هامة كالمشروع الذي تشرفون
اليوم على بدء اشغاله كما الرئيس صاحب الفقامه السيد الاولى. ايها السيدات والساده، لقد مكنت الاجراءات التي تم تنفيذها حتى الان من تسجيل تقدم معتبر خلال السنه الاولى من الماموريه سبيلا الى تحقيق الاهداف للبرنامج الرئاسي الذي رسمتموه. فعلى مستوى توصيل الكهرباء والشبكات في المناطق الريفيه تم انجاز مشروع الرابط البيني بين شبكه او ام في اس الذي يتالف من خطى بوتليميت الاك سانغرافا وبوغي الاك من ما يغطي 36 الف مستفيد. وفي اطار برنامج اولوياتي يجري العمل على مشروع انشاء حلقه كي هيدي سليبا بنبود بجهد 33 كيلو فات يغطي 335 الف مستفيد. كما تم اطلاق مشروع خط سليبابي كانكو ساكيفا بجهد 33 كيلو فات والذي يهدف الى كهرباء 10 تجمعات. ويجري كذلك العمل على بدء اشغال في خط روسو تيغونت لكهرباء 20 بلده. وفيما يتعلق ب 10 بلديات 10 بلده، وفيما يتعلق بتوسيع الشبكات تجر الاشاره الى بناء 131 كيلومتر من شبكة الجهد المنخفض و30 كيلومتر من شبكة الجهد المتوسط في كيفا وروسو وتامشكط وأكشوجت وتوصيل 20,000 مشترك جديد. وبالإضافة إلى ذلك فإن المقرر بناء 100 كيلومتر من شبكة الجهد المنخفض و52 كيلومتر من الجهد المتوسط من واكشوط وتوصيل 15,000 مشترك جديد. وفي إطار برنامج أولوياتي تجدر التأكيد أنه تم تخفيض التعريفة الاجتماعية للكهرباء بنسبة 20% لصالح المشتركين الاجتماعيين. ومع بداية كوفيد 19 تحملت الدولة بالكامل كلفة الاستهلاك الخاصة بنفس الفئة. من جهة أخرى تم الانتهاء من الدراسة الجدوائية لمشروع مسمى ريمدير الذي يغطي أكثر من 100,000 مستفيد، حيث تم تعبئة التمويل وسيسمح للمناطق المعزولة في منطقتي الحوض والعصابة بالحصول على الكهرباء وتحسين معدل الولوج إلى الكهرباء في المناطق الريفية. كما سيتم بذل كل الجهود لتعبئة الموارد لتمويل مشاريع شبكات الجهد المتوسط بتجيكجا لصالح 10 تجمعات، ولتجيكجا المدرية أشرم لصالح 13 تجمع، لمدينة العيون لصالح 27 قرية، وباسكنو لصالح 16 تجمع محلي، وجيجني لصالح 80 تجمع سكني ضمن برنامج أولوياتي. وما على مستوى الربط مناطق الاستهلاك بشكل الكهرباء وإنشاء نظام نقل حديث، فإن القطاع يبذل جهود حثيثة لضمان نقل الكهرباء إلى المراكز الرئيسية للاستهلاك. وفي هذا الإطار تواصل دعم خطوط الجهد العالي 225 كيلو فولت التالية. أولا تسريع تنفيذ الخط الشمالي الذي يربط نواكشوط بنواذيبو الذي بلغت نسبة تنفيذه إلى 85%، والخط الشمالي الشرقي الذي يربط نواكشوط بزويرات عبر جويط وأطار والذي بلغت نسبة تنفيذه 63%، والخط كذلك الرابط بين نواكشوط والحدود مع السنغال. صعب الفقامة السيدة الأولى، أيها السيدات والسادة، يعد الحصول على الطاقة النظيفة ذات الجودة العالية وبتكلفة منخفضة من أولويات الحكومة. وتتركز الجهود على تهيئة الظروف المناسبة لجذب المستثمرين الجدد وإقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يعمل القطاع على إدخال التقنيات الجديدة التي من شأنها ضمان تثبيت ودقة نظام الطاقة في جميع التراب الوطني. وتشكل مقدرات الغاز لمشروع السحوفات الكبير أحميمين والآفاق الواعدة للحقل الغاز ببير الله، بالإضافة إلى الموارد الطاقة المتجددة، مزايا حقيقية لتحقيق العرض الطاقوي الأمثل وولوج كافة الأسر الموريتانية للطاقة بأسعار مناسبة. كما يمثل توليد الكهرباء من الغاز عنصرا أساسيا للقطاع الصناعي والسماح له أخيرا بالإقلاع، ولا سيما قطاع التعدين الذي تأثر بالتكلفة الباهظة للطاقة طيلة العقود الماضية. صاحب الفخامة السيدة الأولى، أيها السيدات والسادة، لقد بات من الضروري إدخال إصلاحات جذرية على حوكمة القطاع الكهربائي ونظامه المؤسسي
في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية والإعلان الحكومي. وهكذا يجري العمل على تنفيذ خارطة الطريق، سيتم بموجبها فصل شركة صوملك إلى مؤسستين، شركة للإنتاج والنقل تعنى بالمنشآت والمشاريع الكبرى للقطاع، وشركة للتوزيع والتسويق وتعنى بتوصيل الكهرباء للمستهلكين على كافة التراب الوطني. وإن الهدف المنظور لهذه المشاريع والإصلاحات هو تحقيق العدالة في توسيع وضمان الولوج المواطنين في المناطق الحضرية إلى الكهرباء بشكل شامل، وتحقيق هدف مضاعفة معدل الكهرباء في المناطق الريفية بحلول سنة 2024. صاحب الفخامة السيدة الأولى، أيها السيدات والسادة، يهدف مشروع كهرباء منطقة أفطوط الشرقي المعروفة بمثلث الأمل والواقع بين أنبود، منقل وبركيول الذي تشرفون اليوم عليه إلى بناء خط جهد عالي 90 كيلوفات يربط المحطة الكهربائية الفرعية OMFS بسليبابي بالمحطة الفرعية المزمع إنشاؤها في أنبود، مع ربط 35 تجمعا بهذه المحطة. وسيساهم المشروع في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمئة ألف مستفيد، كما سيمكن من الاستغناء عن ثلاث محطات حرارية وتوقيفها وتوفير كلفة تشغيلها. وتتمثل المكونات الرئيسية لمشروع الكهرباء الريفية لمنطقة أفطوط الشرقي بما يلي: أولا، تعزيز محطة OMFS الفرعية على مستوى سليبابي، وإنشاء خط كهربائي بطول 107 كيلومترات بين سليبابي وانبود، وبناء محطة فرعية بانبود. وثانيا، إنشاء شبكة خطوط متوسطة الجهود بطول 450 كيلومتر، وبناء ثلاث محطات ربط بين انبود وباركيول ومنقل، وإنشاء 15 محطة فرعية، وبناء 20 محطة H61، وإنشاء خطوط الجهد المنخفض بطول 138 كيلومتر. ويتم هذا المشروع بتنفيذ ومراقبة من الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك. وتبلغ كلفة الإجمالي للمشروع حوالي 20 مليون دولار أمريكي بالتمويل من الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الأوباب للتنمية، ويتوقع الانتهاء من الأشغال خلال النصف الأول من سنة 2021. وهنا أود أن أعبر للبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الأوباب للتنمية الدولية أوفيد عن خالص شكرنا امتناننا لدعم الهام الذي يقدمونه لبلادنا في إطار مشاريعه التنموية، وخاصة فيما يخص الكهرباء. وفي كلمتها بذات المناسبة، أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن وضع الحجر الأساس لمنشآتين تعليميتين مهمتين في مقاطعة أنبود بمناسبة افتتاح سنة الدراسية 2020-2021 يأتي تنفيذا لما أسند لقطاع الإسكان والعمران من برنامج أولوياته والمتضمن بناء عدد كبير من قاعات الدراسة على عموم التراب الوطني. يشرفني أن أكون معكم اليوم لنجتمع مرة أخرى على درب البناء والتعمير في محطة جديدة من محطات إنجاز وتجسيد البرنامج التنموي الذي تعهدتم به صاحب الفخامة لشعبنا الكريم. ولا يفوتني هنا أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليكم ومن خلالكم إلى شعبنا العزيز بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الاستقلال الوطني المجيد الذي سنحيي ذكراه السعيدة خلال الأيام المقبلة، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بسعادة ورخاء ورقي ونماء. فخامة الرئيس، إن اختياركم مقاطعة أنبود لتكون نقطة الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية الجديدة في بلادنا لخطوة موفقة ذات دلالات بليغة لما ترمز إليه من اهتمامكم البالغ بتطوير وتعزيز منظومتنا التعليمية في البلد وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص. فخامة الرئيس، تنفيذا لما أسند من برنامج أولوياتي لقطاع الإسكان والعمران والمتضمن بناء 1791 قاعة مدرسية بين ابتدائية وثانوية على عموم التراب الوطني، تشرفون اليوم على وضع الحجر الأساس لمنشأتين
تعليميتين مهمتين في مبود، وهما مدرسة ابتدائية مكتملة بغلاف مالي يناهز 13 مليون أوقية، وإعدادية تتكون من 12 قسما سيتم بناؤها بغلاف مالي يربو على 14 مليون أوقية، على أن تنتهي الأشغال في هاتين المنشأتين بعد 6 أشهر من الآن بإذن الله، وهما ممولتان بالكامل من طرف خزينة الدولة. وأشير هنا أن مستوى تنفيذ واكتمال مكونة البنى التحتية المدرسية الموكلة للقطاع ضمن برنامج أولويات رقم 1 قد بلغ متوسط 53% بالنسبة للمدارس الابتدائية و57% بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي. فخامة الرئيس، إن إشرافكم اليوم على وضع الحجر الأساس لملعبين في مدينة تنبوت إذانا بانطلاق الأشغال لتشييد 5 ملاعب مجهزة لكرة القدم داخل الصالة في كل منبود منقل باركي والومال له برهان على ما تحظى به الرياضة واهتمامات الشباب من أهمية وعناية بالغتين في سياسة الحكومة، وهو كذلك تجسيد فعلي للحرص الدائم على توفير الظروف الملائمة لإبراز المواهب الرياضية الشابة في مختلف مناطق الوطن. وسيتم بناء هذه الملاعب 5 بغلاف مالي يناهز 23 مليون و600 ألف أوقية، على أن تنتهي الأشغال فيها بعد 4 أشهر من العمل. صاحب الفخامة، السيدة الأولى، السادة والسيدات الكرام، لقد شهدت السنة الماضية إطلاق عدة مشاريع عمرانية واعدة طالت مختلف مناحي الحياة وشملت مختلف مناطق البلاد. ففي قطاع الصحة يجري حاليا بناء مستشفى جهوي بسيل بابي بطاقة استيعابية قدرها 150 سرير، وقد بلغت الأشغال فيه مراحل متقدمة، وستشهد السنة المقبلة بحول الله البدء في بناء 3 مستشفيات جهوية في كل من العيون ألاق تججة كما تعهدتم بذلك فخامة الرئيس، على أن يتم إطلاق مشروع لبناء 40 نقطة ومركز صحي في مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطراء برنامج أولويات الموسع. ونلفت الانتباه هنا إلى أن نسبة 40% من النقاط الصحية في برنامج الأولويات الموسع موجهة لمنطقة مبود منقل باركي والومال، كما تحظى هذه المنطقة بنسبة 15% في مجال البنى التحتية المدرسية، وهو لا محالة يغطي بعض مطالب السيد العمدة في المجال. وفي إطار العمل على تحقيق الأهداف المرسومة له في مجال تشييد المرافق الإدارية والخدمية، فقد أنجز قطاع الإسكان والعمران خلال السنة المنصرمة العديد من المنشآت الهامة، من بينها مقر مناسب للمجلس الدستوري، إضافة إلى بناء وتشييد 60 مرفقا خدميا تضم مقرات ومكاتب مخصصة للسلطات الإدارية ومراكز صحية ومدارس ودور شباب موزعة على عموم التراب الوطني. ويتواصل العمل حاليا من أجل إكمال منشآت عمومية أخرى مثل مقر للجمعية الوطنية وتشييد عمارتين من 10 طوابق وإعادة بناء ملعب واذيبو وتوسعة ملعب شيخة والبيدية وبناء مقرات للمجالس الجهوية في كافة عواصم الولايات، وذلك بالجودة المطلوبة وباحترام الأجيال المحددة إن شاء الله. فخامة الرئيس، السيدة الأولى، السادة والسيدات الكرام، يطلع قطاع الاستصلاح الترابي بمهمة وضع ورسم وتنفيذ سياسة لعقلنة التقري والتحكم فيه بهدف توطين التجمعات السكانية ومحاربة التقري العشوائي الذي هو أبرز معوقات التنمية المحلية وأشدها تشتيتا للجهود والموارد. ففي بلادنا توجد حسب آخر الإحصائيات 7300 قرية لا يتجاوز عدد سكانها 500 نسمة، 2208 شبه قرية لا يتجاوز سكانها الدائمون في بعض الأحيان 50 فردا،
ولا يصل عدد الأسر في بعضها 5 أسر. وبهذه المنطقة بالتحديد محور مال مونجل بود باركيول ما يناهز 700 قرية في هذه الوضعية. ولسوف يبذل قطاعنا جهدا كبيرا بصيغة تشاركية وتوافقية مع السكان والمنتخبين والسلطات الإدارية من أجل تجميع تلك القرى بمجامع حضرية تتوفر على كافة المرافق التعليمية والصحية والإدارية، وستواكب مندوبية التآزر تلك التجمعات ببرامجها للنهوض بها وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. فخامة الرئيس، كل هذه المشاريع الهامة ستساهم بإذن الله في خطة الانتعاش الاقتصادي المخصصة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعد كبوت جائحة كورونا، وذلك تجسيدا لتعهداتكم لشعبنا الكريم بالعمل على تسريع وتيرة النمو في بلادنا والتقدم به نحو مستقبل أفضل على طريق النماء والرقي والازدهار. لنا مشاهدينا الكرام نودع سلمو الحميدي الذي رافقنا في ما مضى من هذه النشرة بلغة الإشارة. وزير التنمية الريفية ذكر في كلمة بهذه المناسبة المدلولات الواقعية أو ذكر بالمدلولات الواقعية لخطاب رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني بمدينة جوجت بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال الوطني، الذي أكد فيه أن الاستقلال مبني على ركائز لا يستقيم بغيابها. ضخامة رئيس الجمهورية السيدة الأولى معالي الوزراء السيد المندوب العام للتآزر السيد والي قرقل السيد رئيس الجهة السيد الحاكم السيد العمدة السادة المنتخبون أيها السادة والسيدات صاحب الفخامة، في خطابكم من مدينة أكجوجة بمناسبة ذكرى 59 للاستقلال الوطني عرفتم الاستقلال بمدلولاته الواقعية الحقيقية، وهو المبني على ركائز ثلاثة هي الاستقلال السياسي والحوزة الترابية والاستقلال الثقافي والاستقلال الاقتصادي. وكنتم قد كرستم تمسككم بتوطيد استقلال بلدنا بمفهومه هكذا كأولوية رئيسة في برنامجكم الانتخابي تعهداتي، حيث أعطيتم الأولوية للتنمية المقدرات الوطنية. وبعد اطلاعكم على الواقع البلد أعددتم برنامج أولويات الموسع لسد الثغرات والتجاوب مع الكوارث والصدمات الناجمة عن عوامل خارجية كجائحة كوفيد. هذا البرنامج الذي يأتي كزيادة لبرنامج تعهداتي يخصص 1.30 مليار أوقية قديمة لقطاع التنمية الريفية، مما يدل على حرصكم على إقلاع بالقطاع الريفي كي يلعب دوره كمحرك أساسي للتنمية البلد. كل ما يتعلق بالقطاع الريفي في هذه البرامج يهدف إلى الرفع من الإنتاجية وتخفيض كلفة الإنتاج ومشقة العمل الزراعي وتحسين النوعية والتنافسية للمنتوج الوطني وزيادة المساحات الزراعية، وتستفيد الزراعة المطرية والفيضية والزراعة المروية والزراعة الخضروات والزراعة الواحاتية والتنمية الحيوانية واستقلال مشتقاتها من برامج تمكن من الوصول إلى الأهداف المذكورة آنفا. سيتم التطرق للمزيد من التفاصيل لكل برنامج على حدة بمناسبة فعاليات انطلاقه رسميا. يجدر الذكر هنا بأن الساكنة المعنية تستفيد من برامج عدة ينفذها القطاع تهدف إلى دعم قدراتها على التأقلم والنهوض بحركيتها الاقتصادية، وذلك من خلال طيف من النشاطات المدرة للدخل وصلت كلفتها خلال سنة 2019-2020 إلى 2.4 مليار أوقية قديمة. ضخامة الرئيس، إن الزراعة المطرية التي تتواجدون اليوم في إحدى أهم مناطقها تستفيد من برنامج يتكون من حزمة من الأنشطة الهامة نذكر منها تخفيف مشقة العمل الزراعي. سيتم التخفيف من مشقة العمل الزراعي من خلال إكمال النشاطات الزراعية، وستوفر لذلك الآليات الضرورية في جميع الولايات المعنية. وقد تم تحضير صفقتين لاقتناء هذه المعدات في إطار تنفيذ برنامجكم أولويات موسع، وتم الإعلان عن إحداهما وسيتم الإعلان عن الصفقة الأخرى خلال الأيام القادمة. تحسين البذور وإنتاجها محليا، سيتم تشكيل لجان قروية وتأطيرها على مستوى سدود والزراعة الخريفية في مجالات إنتاج البذور بمختلف أنواعها،
وتشجيعا لذلك اقتنت الوزارة هذه السنة وللمرة الأولى البذور من عند المنتجين المحليين وستستمر في هذا النهج. إن إنتاج البذور المعتمدة يساهم في الرفع الإنتاجية وتفادي استيراد الأمراض والآفات الزراعية. برنامج الاستصلاح الزراعي ستتم متابعة تنفيذ برنامج 74 سدا الذي أعلنتم عنه خلال شهر يناير 2020، وقد تم فعلا استقلال 30 سدا منها في حملة الحالية دون ملاحظة أي اختلال بنوي، لله الحمد رغم كثافة الأمطار خلال موسم الخريف المصري. كما تم بالإضافة لذلك إعلان عن صفقات لإنشاء 30 سدا و116 حاجزا و30 حوضا أرضيا لتخزين فائض المياه المطرية، من بينها منشآت تندرج في إطار تنفيذ برنامج أولويات الموسع. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المنشآت بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للإستصلاح الزراعي تزامنا مع فعاليات تخريج ذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني. فخامة الرئيس، التعطير الزراعي، تم توسعة البرنامج الخاص بالزراعة المطرية من 16 سدا خلال سنة 2019-2020 إلى 48 سدا في هذه الحملة، وتتوزع هذه السدود على الولايات المعنية بالزراعة المطرية، ما سيمكن من تكوين المزارعين على أنجع المناهج والأساليب الزراعية الملائمة. وتم تحضير برنامج لتمكين المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي من الإسهام في سد العجز الملحوظ في وفرة المصادر البشرية المتخصصة في مجال التعطير. كما تمت خلال سنة 2019-2020 إعادة تأهيل الإقامة الداخلية للطلاب التي تتسع إلى 1100 طالبا، وتم فتح شعب جديدة لتغطية حاجة من مختلف التخصصات. وسيتم خلال السنة الدراسية الحالية اكتمال البرنامج المشار إليه آنفا والذي سيمكن المدرسة من مواكبة نهضة القطاع. مكافحة الآفات الزراعية، تم اقتناء مبيدات الحشرية وتوزيعها على المناطق الزراعية، كما تم تشكيل فرق متنقلة خاصة بمكافحة آفات الزراعية المطرية. التسييج المساحات الزراعية، خلال سنة 2019-2020 تم وضع 400 كيلوغرام خط من السياج، واليوم ستطلقون برنامج الوطني 2020-2021 لتسييج المناطق الزراعية المكون من برنامج السنوي للوزارة من ناحية الذي يبلغ 538 كيلومتر خطي، ونشاطات تسييج المشمولة في برنامج أولويات الموسع من ناحية أخرى التي تبلغ 832 كيلومتر خطي. سيمكن هذا البرنامج من وضع 1370 كيلومتر خطي من السياج لحماية مساحة زراعية إجمالية 36,848 هكتار، وتبلغ كلفة الإجمالية 2,875 مليون. سيستفيد من هذا البرنامج 305 مواقع موزعة على 9 ولايات، وتحظى ولاية قرقل التي أنتم فيها ب 328 كيلومتر خطي. إن اختيار هذه المناطق تم على أساس معايير من بينها جاهزية التربة ومستوى الفقر، حيث تم توجيه 489 خط لمناطق موجودة في منقل وباركيول ومبود ومال ومنطقة أوفلدة في تامشق، أي ما يمثل 35.7 من البرنامج كله. اسمحوا لي هون نقول العمدة، لأن مطالب إن شاء الله وهذه البرامج دول يلبوهم، والمعايير المعتمدة اللي هم جاهزية أرض الفقر ظهر لي الحمد لله لأنه اعترف أنه فوجئ بتسييج 43 كيلومتر هون ككيفت. ذلك دليل تطبيق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية لتوجيه الموارد للإنتاج الحقيقي. فخامة رئيس، إن من الفوائد الأخرى لتسييج المزارع وتخفيف مشقة العمل الزراعي توظيف أحسن لوقت المزارع كي يخصص وقتا للتعطير الأسري وممارسة أنشطة أخرى، والحد من حاجته لتشغيل الأطفال الشيء الذي سيسمح بتفرقهم لمتابعة دراستهم، والتفادي التأثير الصحي السلبي للسكن الأسر في المزارع لحمايتها ودعم وتوطيد السلم الأهلي. وفي الاختتام أدعو باسمكم كافة المستفيدين من هذه المنشآت للسهر على جودة تنفيذها وصيانتها وحسن استقلالها. كما أنبه المستفيدين من هذه المنشآت أن القطاع أطلق إحصاء شامل للبنى التحتية الريفية سيغطي عموم التراب الوطني، وسيمكن من ضبط برمجة والمتابعة والصيانة المنشآت الريفية بشكل عام، كما سيمكن من تكريس إلزامية استهلاك مدة خدمتها قبل برمجة استبدالها. كما أدعو المستهلك الموريتاني للإقبال على الاستهلاك المنتجات الوطنية دعما لإنتاجها ولما فيها من الفوائد الصحية. والسلام عليكم ورحمة الله.
بدوره أوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة أن برنامج الوزارة خلال الأربعة أشهر المقبلة يضم بناء ثلاثة فضاءات شبابية وعشر صالات صغيرة وخمسة ملاعب كبيرة في مبود ومال وباركيول ومونجل والعويسي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية السيدة الأولى حرم فخامة رئيس الجمهورية، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانديرابي أنشال ميناما أنجاراما مارمو ورخا كوني ورخا خانتا. فخامة رئيس الجمهورية نختار نذكر هون في مستهل مداخلتي على الاهتمام والعناية الفائقة اللي تولو الشباب موريتانيا بطريقة عامة والشباب اللي يعيش في هذه المناطق الريفية. اللي له تقريبا شهر ونص لما بدأنا إعداد هذا برنامج أولوياتي الموسع تحت إشراف معالي الوزير الأول محمد بن بلال، قلنا أن ما هو معقول أن سياساتنا التنموية تم دائما مهمشة الشباب الخاصة اللي يعيش في الريف، المناطق اللي تعيش الغبن وتعيش التهميش ما قد يكون هي اللي عندها الأولوية في هذا البرنامج. ولذلك هذا البرنامج الشق اللي يتعلق بالتشغيل واللي إن شاء الله لا يعم على جميع المناطق الداخلية. أنا البارح كنت في كهيدي مع فخامة رئيس الجمهورية وسمعت بعض المداخلات فيهم عن نائب مقامة اللي قط جبرت مرة ولا مرتين في نواكشوط في المكتب وعبر لي عن استياء مقاطعة مغامة لأنها ما جابرت حظها من برنامج مشروعي مستقبلي. وحتى لأني هون في مبوت، أنا هذه المرة الثالثة نجي في مبوت هون، وللأمانة نختار نأكد هون على تعلق وتفاعل سكان مبوت بفخامة رئيس الجمهورية وسياسته، وشاد اليوم حتى ذا اللي موحول فيه وعلى أنه الأولوية اللي لهم هما. وقلت له اللي هو نائب مقامه وقلت هالهم اللي جميع العمد اللي التقيت بهم هون في مبود، بل أن ذوك الاختلالات اللي وقعت في المرحلة الأولى المشروعي المستقبلي أن إن شاء الله له نقضي عليها وقضينا عليها فعلا بهلي المرحلة الثانية جلها موجهة لهذه المناطق. ونختار هون ننتهز الفرصة بهلي كلامي ما ولا يطول حتى بهلي عندنا أرض هون إن شاء الله ولا نعدل لكم دار. نختار هون نبشر سكان مقاطعة مبود ببلديات التسعة بأن جميع المشاريع جلها اللي تقدموا بهم الشباب دنهارات واللائحة عندي هون والطواقم اللي اشتغلت معكم انتوما، راني شاكركم على انفتاحكم وعلى روح الانصاف وفهمتم اللي اننا كيف قلت لكم على ان هذه المشاريع لانها ما هي مخصصه للموالات ولا المعارضه في خمسه الجمهوريه، لا يميز بين الموالات ولا هذه مساله موريتان والتشغيل مساله موريتان. البطاله ان يتم لا من تشغيل البلد مشكلته ما هو لا نحن اللي في الحكم، حتى الناس اللي لا يجيب في الحكم والناس اللي ما في الحكم اللي هم اراد لا تعود لها المشكله، هذه مشكله وطنيه من نتفاهموا عليها. لا بد من وفاق وطني لقضية التشغيل وقضية تهميش الشباب. إذن تقريبا مقاطعة أمبوت وبركاول ومال ومنقل قررت الحكومة إن شاء الله وهذا له يدخل في حيز التنفيذ، ما هو رواية لا تنحنى بها شهر شهرين هلاد، هذا له نبدأ فيه إن شاء الله في الأسبوع المقبل 960 فرص عمل مباشرة إن شاء الله. بهذه اللائحة عندنا وقبضنا الوقت لنا نقبضوا ونستسلموا الملفات، وإن شاء الله الأسبوع المقبل الطواقم اللي ترشحت عدل المعامل اللي نقول نحن الخطة العملية لبزنس بلان فيها كلهم يفهم إذا المريود منه ويؤد من الواقعي به اللي المشاريع منها تؤد من طلقة من الواقع. وانتم قلتوا هنا وحتى مداخلاتكم البارح واضح لأنهم مقدرات محلية في الزراعة في التنمية الحيوانية وفي قطاع السمك وما أشبه ذلك.
وحسب بعد اللي قالوا لي الطاقم التقني اللي شرف عليه هذا المشاريع فرز المشاريع جلها ماشي اللافذة اللي قلته. ونذكر مولي نفهم إن شاء الله برنامج آخر موازي لذا هو توزيع هذا يقولون نحن تريسيكل وخاصة في المدن فم مود تجبر حظها إن شاء الله حسب اللي قالوا لي عندنا 30 تريسيكل اللي توزع بين المقاطعات. وما يتعلق هذا البرنامج اللي فهم الشق اللي يتعلق بالرياضة معنا نرجع ليه اللي معالي الوزيرة وزيرة الإسكان ذكرته حالا ونختار نشكرها هي وطاقمها اللي تفاعلوا معنا بالانتبارك نظرك كان رموا عندنا برنامج طموح لترميم وبناء المنشآت الرياضية إن شاء الله ما هو معناها معنا لا يتم لا مقتصني نواكشوط ولا نواذي وبالي نحن نتبارك نظرك نرموا نبنوا ملعب جديد في نواذيبو كلفنا تقريبا 1,500,000,000 فما ملعب رمضان في روسو اللي هو تعهد من قامة رئيس الجمهورية إن شاء الله لهي نبدأ فيها خلال الأسابيع المقبلة وفما تبارك الله يوصل من جهد معدل في هذا ولهي نختم تقريبا نقطتين والله ثلاثة قامة رئيس الجمهورية لو سمحتوا هو الأفاق الأفاق المستقبلية لقطاع الشباب الرياضة والتشغيل. احنا من بعضنا هاي الوزارة في الحقيقة تشغيل لم تكن هناك أي استراتيجية للتشغيل في هذا البلد منذ عقود ولا كانت عندنا آليات ملائمة والحمد لله اليوم بفضل العناية اللي طاف قامت رئيس الجمهورية وفضل الحمد لله التمويلات اللي آت الدولة لا تدخ في القطاع الحمد لله عاد عندنا برامج مشروع مستقبلي عاد خالد مهنتي اللي عدلنا انا وزميلي وزير التهذيب واللي الله يمكن ان شاء الله وملي المناطق الريفيه دور تجبر في حظ كبير اللي الله يمكن من اعطاء مهارات خاصه الشباب اللي ما جبروا حظ لانهم يقراوا والله يكملوا قرايتهم اذا فهموا اللي ان شاء الله افكار ان شاء الله مبتكره الله نقوم بها ان شاء الله وكيف قلتوا لان خاصه إذا الشباب اللي عمره يتناهز بين 15 سنه الى 24 سنه فيه يسر منه خاصه في الريف ما هو لان قرايته خسرت ولا عنده مهره ما عنده مهره انا دائما يجي الشباب يقول سيد الوزير احنا ندور نشتغلوا يعني نتكلم معاهم وهو لك هو ما قرا ولا عنده تكوين مهني وهذه مثلا ما نقدروا نخلوا هذه القضيه تود بالحيل لابد أنا من عالجوها. و اذا كنت نتكلم عن الافاق المستقبليه لاهي ان شاء الله نوسع مشروع مستقبلي كانوا يتوغل في هذه المناطق الريفيه هذا اللي قلت لكم درك الجزء الاول منه معناها هذا اللي نعدلوا حالا مبود باركه والمال ومنقل هذا اللي الجزء الاول منه اللي نكملوه ان شاء الله لاهي نمشوا شر الولايات الاخرين ونختار نقول هنا ان جميع الولايات اللي اخذنا عليهم ذوك الالتزامات اللي قبضوا ان شاء الله دور ينفذهم ان شاء الله بالحمد لله عاد عندنا كيف قلت لكم اليات جديده رؤيات واضحه لنا الحمد لله عاد عندنا صندوق للتشغيل ذاك ما كان خالق وعاد عندنا صندوق للمقاولات الصغيره اللي ما كان خالق وعندنا مشاريع متباركين مع نعدلوهم حالا مع ممولين مشروع مهم حتى ولا يدخل المولي في هذه الولايه قال له مشروع قابليه التشغيل دونك بروجي دامبلويابيليتي دي جون لهي ربما نبدأ فيه إن شاء الله مطلع 2021 ودور إن شاء الله مولي الله دور لا تستفادوا منه وفهم مشروع آخر متباركين معنا إعداده مع البنك الإفريقي للتنمية إذن فهم مشاريع أتخالقة ما كانت خالقة وأتخالقة وهذا إن شاء الله سنمضي فيه بإذن الله. وفيما يتعلق النقطة الأخرى الآفاق المستقبلية هي قضية المنشآت الرياضية والترفيهية كنت نقول لكم حالا معالي الوزيرة قالت لكم الخبر المفيد حتى للشباب هذه المنطقه لانه درك ان شاء الله لهي غدونا 4 أشهر لا يعودوا هون ملاعب يا غير مولي متباركين مولي اعداد اللي قالوا لي زابي اس لي زارشيتكت كونيسا هما مثلا عندنا يوصل من المنشات الرياضيه والترفيهيه المتهالكه اثرت المنشات اللي عندنا خاسره شباب عاد عجلان يختار بليده يمارس فيها هوياته يعدل فيها الرياضه وعنده فضاعات شبابيه لان نديروا نحن فيها شباك التشغيل يعود فيها يصم الامور متباركين
كان رمودا وذاك اذا نختار نشكر مولي معالي الوزير. والنقطه الثانيه فخامه رئيس الجمهوريه لو سمحتوا هي قضيه المواطنه في صفوف الشباب. قامت رئيس الجمهورية ثم تعهدت لكم لا تخلقوا فضاء للشباب لا شباب موريتان كامل يجابر فيه والبرنامج ترصدوا عليه اسم وطننا. لم مجموعة من الشباب استقبلوكم الآن هي هما نشكرهم بهم النهارات هما يبارلوا دشرة ويعاونوا يوسف باطل من العمل جبار هون وشباب فيه ناس كاملة ما آمنين بموريتان واحدة ما هم آمنين بموريتان الشراحية والله وهذا مهم حتى. وبرنامج وطننا اليوم الحمد لله عندنا تقريبا 7000 منتسب وتوافقنا مع برنامج الأمم المتحدة اللي عاونونا فيه لأنه تقريبا نلحقوا 10000 متطوي وله نوزعوها في قطاع التعليم وحدهم لا يتم يعاونوا الناس الأسر اللي ما عندها إمكانيات كانوا يقروا أولادهم وحدين لا يعاونوا الحالة المدنية فمجموعة لا هنا تباركنا نعدوهم لفورماسيون. إذا هذا برنامج مهم حتى به اللي الشباب في الحقيقة حسب التحليل اللي عدلنا لأنه اللي له عقدين تقريبا منذ بداية مسلسل ديمقراطي الشباب انجر في الاقترابات السياسية الشباب عاد مهنيين في السياسة نحن شاكين أن السياسيين هم اللي استغلوهم يقال في الحقيقة هم اللي عاد يستغلوا السياسيين بهم طبوا عليه واحد يقول لك أنا لا نزرق لذا نقبض لينا نقبض طرنيشم عند هذا الحزب ونقبضها من عند ذوك الاخر ونقبض عند الاخر ويوم الاقتراع قام ماني قاماشي ماني حارك لان صرنا نسمع الموسيقى ونشرب اتاي. اذا لا نحن رؤيتنا ان الشاب الموريتاني نوعا ما اصبح يقول ما الذي يمكن ان اقدم لهذا البلد؟ وعلن يعود عنده فكره يعود عنده مشاريع يعود كيف الشباب العالم الاخر يعود الابتكار التكنولوجي يعود مالي حريص ويفهم على الموريتان أنا ما وعدت من العبث هذا البلد 60 سنة ونحن متباركين نعدلوه. المهمة لم تكن سهلة يقال الحمد لله بفضل صمودنا رانا هون اليوم نعتز بالحرية ونحن إن شاء الله لاهي نخلدوا ذكرى 60 الاستقلال الوطني. إذن نختار بعض نوفي كلامي لهذه نقطة المواطنة في وسط الشبابية وانتهز الفرصة مرة أخرى شاكركم حتى وجزاكم الله خيرا مرحبا بكم خير مرحبا. أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر أن إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على افتتاح العام الدراسي الجديد وإشرافه على إطلاق العديد من المشاريع الإنمائية لمدينة مبود يكتسي رمزية خاصة ويعطي أكبر دليل على العناية التي يوليها للنهوض بالمناطق التي لا تزال تعاني من نقص كبير في المجالات التنموية والخدمية بشكل خاص. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية، سعادة السيدة الأولى حرم رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الوزراء، السيد والي قرقل، السيد رئيس جهة قرقل، السيد حاكم مبود، السيد عمدة مبود، السيدات والسادة المنتخبون، أيها السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أخاطبكم اليوم بمناسبة هذا الحدث المتميز والمتمثل في إشرافكم شخصيا على إطلاق العام الدراسي 2021 والذي يكتسي هذه السنة دلالة خاصة لكونه يؤسس لمباشرة تنفيذ استراتيجية رائدة ونابعة من رؤية متبصرة تهدف إلى جعل نظامنا التربوي أكثر فاعلية ونجاعة حتى يتمكن من لعب الدور المنوط به في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. فخامة رئيس الجمهورية، إن إشرافكم اليوم على افتتاح السنة التربوية الجديدة وكذا على إطلاق العديد من المشاريع الإنمائية من مدينة مبود يكتسي رمزية خاصة ويعطي أكبر دليل على العناية الفائقة التي تولونها للنهوض بالوطن بشكل عام وبالمناطق التي لا زالت تعاني نقصا كبيرا في المجالات التنموية والخدمية بشكل خاص. تلكم العناية التي تجسدت في مستهل مأموريتكم الرئاسية بإنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر والتي عهدتم إليها بالعمل على تحقيق نمو مندمج في محيط الفئات الفقيرة
والهشة من المجتمع بغية دمجها الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية. وهكذا وبإشراف مباشر من فخامتكم أعدت المندوبية العامة وباشرت تنفيذ خطة طموحة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء من شأنها أن تغير إلى الأفضل واقع ومستقبل الفئات والمناطق المستهدفة خلال السنوات القادمة. وستستفيد من هذه الخطة الممتدة لغاية 2024 جميع ولايات الوطن عبر التدخل في أكثر من 2420 قرية ومدينة وفي أكثر من 15 مجالا تنمويا وخدميا عبر مقاربة مندمجة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية تؤدي في المحصلة إلى تخفيف وطأة الفقر والقضاء على مظاهر الهشاشة والإقصاء. فخامة رئيس الجمهورية، لقد حظيت ولاية غرغل بمكانة معتبرة ضمن خطط المندوبية العامة وبرامجها، حيث سيستفيد ما مجموعه 338 تجمعا في الولاية، منها 137 في مقاطعة بود وحدها، من تدخلات هامة ومتنوعة في إطار المرحلة الأولى من خطط عمل المندوبية العامة التي تشمل ما يلي: أولا، في مجال النفاذ إلى الخدمات الأساسية، سيتم تجهيز وتشييد أكثر من 170 فصلاً دراسياً لتأهيل وتوسعة عشرات المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في مقاطعات الولايات الأربع، بناء وتجهيز نقاط صحية في العديد من قرى الولاية التي يزيد مجموع سكانها عن 300 شخص والواقع خارج التغطية وفق معايير الخارطة الصحية، وكذلك دمج 13,556 أسرة فقيرة منها 5,154 في مبوت في نظام التأمين الصحي الوطني. تزويد 13 قرية وتجمع سكنيا على مستوى الولاية بالماء الصالح للشرب، أربعة منها في مقاطعة مبوت خلال سنة 2021. تزويد 3 قرى ريفية بالكهرباء، واحدة منها في مبوت سنة 2021. ثانيا، في ميدان الاندماج الاقتصادي وترقية الأنشطة الإنتاجية، تمويل أكثر من 1000 مشروع مدير للدخل و40 مشروعا مجتمعيا لتوفير فرص عمل دائمة وخلق الثروة على مستوى الولاية، كما سيستفيد أكثر من 1000 من شباب ونساء الولاية من برامج تكوين تتماشى مع حاجيات المنطقة. وستكون حصة مقاطعة مبود من هذا البرنامج 300 مشروع مدير للدخل و16 مشروعا جمعويا. توفير قروض صغيرة بقيمة 180 مليون أوقية قديمة للدفع بالمقاولات الصغيرة على مستوى الولاية، منها 50 مليون أوقية قديمة مخصصة لمقاطعة مبوت. تأهيل سدين كبيرين في الولاية وبناء 31 سداً ترابياً ثلثها في مقاطعة مبوت. دعم 220 تعاونية نشطة في مجال الزراعة، منها 61 تعاونية في مقاطعة مبوت باحتياجاتها من الأسيجة والبذور والأسمدة والأدوات الزراعية. ثالثاً، بخصوص تحسين الإطار العام لحياة الفئات الهشة، سيتم بحول الله بناء 400 سكن اجتماعي لصالح سكان الأحياء الهامشية في مدينة كيهيدي. سيتم دعم تجمع صبها الله في مقاطعة مبود بتشييد 100 سكن اجتماعي ريفي، كما سيتم دعم إنشاء العديد من التجمعات القروية في مقاطعات الولاية الأربع. رابعاً، في مجال تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الدخل، تستفيد أكثر من 13,444 أسرة متعففة، منها 5,104 أسر من ساكنة مبود من التحويلات النقدية الدائمة، على أن تتم زيادة المبالغ الموزعة بشكل تدريجي من بداية 2022 ليصل إلى 3,600 أوقية جديدة قبل نهاية 2024. دعم ما مجموعه 20,201 أسرة محتاجة، منها 7,515 أسرة على مستوى مقاطعة مبود، بتوزيعات مالية استثنائية خلال الأسابيع القادمة في إطار عملية تشمل كافة ولايات الوطن ضمن برنامج الإقلاع الاقتصادي سعياً إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على الفئات الهشة. خامساً، في ميدان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقراً، سيتم إنشاء 66 مخزون أمن غذائي قروي وبنك للحبوب على مستوى الولاية، 10 منها في مقاطعة مبوت. دعم وتعزيز وضمان التموين المنتظم لشبكة دكاكين أمل على مستوى الولاية المكونة حالياً من 147 نقطة بيع، منها 46 في مقاطعة مبوت. فخامة رئيس الجمهورية، إن التقليد الذي أرسيتموه بإشرافكم الشخصي والمباشر على انطلاق العام الدراسي كل سنة
يعطي برهانا ساطعا على الأهمية العالية التي تولونها لقطاع يمثل السبيل الأوحد لضمان الرقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع، كما أنه يعبر بجلاء عن قناعتكم الراسخة بضرورة إعادة تأسيس منظومتنا التربوية سعيا إلى الوصول إلى المدرسة الجمهورية التي تشكل بوتقة لاندماج الأجيال وإطارا لتكوين كفاءات مفعمة بالمواطنة ومسلحة بالمعارف والمهارات الضرورية لتطوير الدولة والمجتمع. وانسجاما مع هذا التوجه، فقد أعدت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر بالشراكة مع وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح برنامجا طموحا لدعم المدرسة الجمهورية، ستشرفون على انطلاقته ووضع أولى لبناته اليوم من المدرسة رقم 2 في مبوت. فخامة رئيس الجمهورية، يرمي برنامج شيلة التعليم لدعم المدرسة الجمهورية إلى إرساء مقاربة جديدة تهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات تربوية مندمجة توفر للتلاميذ كل الشروط المطلوبة لعرض تعليمي ذي جودة ولحياة دراسية محفزة وملائمة. وسعيا لتحقيق هذا الهدف، سيتدخل البرنامج في جميع ولايات الوطن عبر التركيز على 140 مؤسسة تعليمية تضم 100 مدرسة ابتدائية و30 إعدادية و10 ثانويات، وذلك من خلال العمل ضمن المكونات الأربع التالية: أولاً، تعزيز الولوج والاستبقاء عبر ما يلي: ألف، تشييد وتجهيز البنية التحتية التدريسية، توفير المدرسين الأكفاء، بناء وتجهيز وتسيير الكفالات والمساكن الداخلية، توفير الزي المدرسي الموحد، بناء مساكن للمدرسين في الأوساط الريفية المعزولة، دعم نقل الطلاب في المناطق التي لا يتوفر فيها العرض وفق شروط الخريطة المدرسية. 2، تحسين جودة التعليم من خلال ما يلي: بناء وتجهيز المخابر والمكتبات، إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي والأدوات التربوية الأخرى، التكوين المستمر للمدرسين، تنظيم دروس التقوية للتلاميذ والطلاب. 3، توفير عروض مناسبة في مجال التكوين التأهيلي لصالح الشباب المنقطع عن الدراسة. 4، تقوية التسيير المحلي عبر إنشاء وتفعيل لجان تسيير المؤسسات التعليمية وخلق آليات مناسبة للتأطير الميداني. وقد رصدت المندوبية العامة لهذا البرنامج الذي سينفذ على مدى 4 سنوات غلافا ماليا يصل إلى 13,516,360,000 أوقية قديمة ستتم تعبئته بالكامل على ميزانية الدولة. وفي الأخير، يجدر التنبيه إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيعتمد منهجية تشاركية تمكن كل الفاعلين المعنيين من مصالح إدارية وطواقم تربوية وهيئات جمعوية من الإسهام في إنجازه لتتحقق كافة الأهداف المنشودة من ورائه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ورحب عمدة مبود في كلمة باسم السكان برئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والسيد الأولى والوفد المرافق لها والمرافق للسيد الرئيس، مبرزا فرح وسعادة سكان مقاطعة مبود بزيارة رئيس الجمهورية. في خطابه أمام رئيس الجمهورية خلال اجتماع الأطر، أوضح عمدة بلدية مبود السيد سي آدم أن مدينة مبود التي هي من أقدم مقاطعات البلد وتشكل مدخلا لمنطقة آفطوط تعيش فيها مختلف مكونات الشعب الموريتاني، وقدم حصيلة مفصلة لعدد المدارس والتلاميذ والوضعية الحالية للمنشآت التعليمية في الولاية بشكل عام، مطالبا بضرورة اعتماد كفالات مدرسية في المدارس الموجودة في المناطق الهشة لمساعدة التلاميذ على مواصلة مشوارهم التعليمي. عمدة مبود قال إن قيام رئيس الجمهورية بزيارة المقاطعة وإطلاق العام الدراسي منها تشكل لفتة مهمة جدا بالنسبة لسكان هذه المقاطعة التي تأخرت كثيرا في أخذ دورها في تنمية نفسها والبلد بشكل عام نتيجة لعدة عوامل يأتي في مقدمتها غياب منظومة تعليمية فاعلة، مثمنا باسم السكان هذه اللفتة التي ستمكن رئيس الجمهورية من الاطلاع على وضعية سكان هذه المقاطعة، ومشيرا إلى أن السكان يأملون في أن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لوضعية التمدرس في هذه المقاطعة وفي مختلف مناحي البلاد بشكل عام. وأشار إلى أن سكان مقاطعة مبود يعتمدون أساسا على الزراعة والتنمية الحيوانية بأسلوبهم التقليدي، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاج ونزوح الكثير من الشباب إلى المدن بحثا عن فرص أفضل، مطالبا بتشييد المزيد من السدود لتوفير الماء الصالح للشرب وإقامة مشاريع زراعية كبرى على هذه الأرض الخصبة.
السيد سي أدما ثمن الأعمال المقام بها لتشييد محطة كهربائية جديدة في مدينة بود ستمكن من توسيع خدمات الكهرباء وتزيد من طاقتها على مستوى المدينة. وخلال توزيع الإشعارات للمستفيدين من التمويلات الصغيرة المبرمجة في إطار برنامج أولويات الذي تم إطلاقه شهر يناير 2020، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية أن هذا البرنامج حدد الإشكالات ذات الأولوية بهدف تحسين ظروف السكان في مختلف ولايات الوطن. خلال حفل منح القروض للسكان المحتاجين بمقاطعة بود من أجل إطلاق أنشطة مدرة للدخل والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، أوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية أن هذا الحدث يدخل في إطار تنفيذ مكونة التمويلات الصغرى من برنامج أولويات الذي تم إطلاقه في 29 من يناير 2019 في نواكشوط من طرف رئيس الجمهورية. وبيّن أن برنامج أولويات المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تعهداتي يهتم بالمشاكل ذات الأولوية القصوى المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين المعيشة في ولايات الوطن كافة من خلال تحسين القوة الشرائية للمواطنين وخلق فرص العمل والنفاذ إلى الخدمات الأساسية. وبخصوص مكونة التمويلات الصغرى، أوضح المدير العام أنها تهدف تحديدا إلى ترقية التمويلات الصغرى في قرى الداخل بالوسط الريفي وعلى وجه الخصوص إلى النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية بأقل تكلفة لصالح المواطنين في المناطق الريفية وخصوصا تلك المسجلة في النظام المصرفي التقليدي. وسيتم ذلك يؤكد المدير العام لبنك الإيداع والتنمية بفضل غلاف مالي يصل 5 مليارات أوقية قديمة في أفق 5 سنوات بواقع 1 مليار أوقية للسنة من موارد الدولة المخصصة لتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح المواطنين الأكثر احتياجاً وتستهدف 4000 أسرة سنوياً في الوسط الريفي. المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية أكد أن الصندوق بصفته مكلفاً بإدارة هذه المكونة تحت إشراف اللجنة الوزارية المنشأة لنفس الغرض والتي يرأسها الوزير الأول، يعمل على استكمال تنفيذ هذا البرنامج في كل القرى الريفية بالبلد. وبعد الحفل المقام تتويجا لافتتاح سنة دراسية جديدة، أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على وضع حجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية مكتملة وإعدادية بالمدينة، كما أشرف بذات المناسبة في مدينة بود على إطلاق برنامج الطموح لدعم المدرسة الجمهورية بالشراكة بين وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء تآزر. حضرت حفل تدشين هذه المنشآت حرم رئيس الجمهورية. تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف ولايات الوطن وسعيا إلى الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التربوية في مقاطعة بود، وضع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الحجر الأساس لتشييد إعدادية جديدة من 12 قسماً في مقاطعة بود، واستمع رئيس الجمهورية إلى تفاصيل هذا المشروع الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بغلاف مالي يتجاوز 14 مليون أوقية جديدة. وبينت العروض التي قدمها المشرفون على المشروع أمام رئيس الجمهورية مكونات هذه المؤسسة التربوية والمواصفات والمعايير المتبعة في تشييدها على أن تنتهي الأشغال فيها خلال 6 أشهر. وفي المجال التربوي كذلك، وضع رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الحجر الأساس لتشييد مدرسة ابتدائية بمقاطعة بود تزامنا مع احتضان المدينة لفعاليات الافتتاح المدرسي. الشروح المقدمة لرئيس الجمهورية أبرزت محورية هذه المؤسسة التربوية في توفير فضاءات تعليمية تتلائم مع مقاربة المدرسة الجمهورية، كما أوضحت هذه الشروح الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع. ويبلغ الغلاف المالي المخصص لتمويل هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 12 مليون و900 ألف أوقية جديدة. كما أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بمقاطعة بود
على وضع الحجر الأساس لبرنامج شيلة التعليم الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني تآزر في مسعى لدعم المؤسسة الجمهورية من خلال إرساء مقاربة جديدة تهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات تربوية مندمجة. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح مفصلة عن مكونات برنامج شيلة التعليم الذي يتدخل في جميع ولايات الوطن من خلال التركيز على 140 مؤسسة تعليمية تضم 100 مدرسة ابتدائية و30 إعدادية و10 ثانويات. كما تابع رئيس الجمهورية عرضا عن أهداف المشروع المتمثلة في تشييد وتجهيز البنى التحتية المدرسية والكفالات والمساكن الداخلية وبناء مساكن المدرسين في الأوساط الريفية المعزولة. وقد رصدت المندوبية العامة لهذا البرنامج الذي ستنفذه على مدى 4 سنوات غلافا ماليا يصل 1,350,000,000 أوقية جديدة ستتم تعبئته بالكامل على حساب ميزانية الدولة. وسيمكن بناء هذه المؤسسات التعليمية من دعم المنشآت التعليمية على مستوى المقاطعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ. وتضم المقاطعة أكثر من 120 مدرسة أساسية ستتعزز بوضع الحجر الأساس لمؤسسات جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة. التعليم رأس الحربة في مواجهة الغبن والتهميش، وراية المجد التي تسابق الأمم لرفعها في فضاء لم يعد فيه مكان لغير المتعلمين. رويدا رويدا ترسم بود منحنا متصاعدا في مجال القضاء على الجهل عبر امتلاك ناصية العلم. هذه مدرسة بود رقم 1 بفصولها المكتملة ليست إلا فصلا من فصول السعي إلى تشييد مؤسسات أخرى مماثلة تستجيب للحاجة التي فرضتها ظروف الاكتظاظ مع ازدياد الوعي بأهمية الالتحاق بالمدرسة النظامية. مقاطعة بود فيها 118 مدرسة ابتدائية مكتمل منها 24 مدرسة والبقية للأسف مدارس متشتتة. هذه المدرسة بالذات اختيارها كان مناسب جدا نظرا أنها مدرسة في حي من أحياء أمبود، ينقال له أمبود القديم يسميه البعض والبعض يسميه أمبود دباي، وهو فعلا حي يكثر فيه الطلب موجود والناس تفاصل في القراية هون، والانطلاقة من هون ترمز الياسر اللي هون من جيوب الفقر والهشاشة، وهذا قطعا أنها لفتة كريمة. مدارس ابتدائية جديدة يتم إنشاؤها لتخفيف الاكتظاظ الذي عانت منه لعقود المدارس في مدينة بود، لكن ما يميز المنشآت الجديدة هو أنها تستجيب لقيم التعايش والوحدة الوطنية، إذ من المنتظر أن تتوفر على كفالات تخلق ظروفا أكثر ملائمة للتلاميذ والطواقم التعليمية. المنشآت التعليمية التي ينتظر أن ترى النور قريبا في هذه المدينة تأتي ضمن برامج تنموية تسعى لتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. برنامج قال له شيل التعليم وبرنامج محوري ومهم تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة التآزر. هذا البرنامج الهدف منه لا يتم 100 مدرسة ابتدائية مكتملة في البلديات الريفية و30 إعدادية في عواصم البلديات، وكذلك 10 ثانويات في عواصم المقاطعات. الشيلة هي إحدى مكونات برامج تمس حياة البسطاء خصوصا في مجال التعليم من خلال إنشاء مئات المدارس، وهي استراتيجية يعلق عليها سكان بود المزيد من الآمال للمساهمة في جسر الهوة وتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير فرص متساوية في مجال التعليم. سعيد الحبيب للموريتانية، بود.
وبمناسبة الافتتاح الدراسي الجديد تبع رئيس الجمهورية عرضا مصورا حول جوانب من برنامج أولويات رقم واحد، وأشرف على تسليم 6 سيارات رباعية الدفع لصالح عدد من المديريات الجهوية للتهذيب الوطني، وقام بتكريم كوكبة من المتميزين بمقاطعة مبود وزار مؤسسة تعليمية. بدورها قدمت السيدة الأولى مريم فاضل الداجة جوائز نقدية معتبرة على حسابها الخاص لتلاميذ المتفوقين في شهادة ختم الدروس الابتدائية في مبود وباركيول ومونغل، فيما قدم معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح جوائز نقدية كذلك لعدد من التلاميذ المتفوقين بهذه المقاطعة. من مقاطعة بود بولاية غورغولا أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني إشارة انطلاق العام الدراسي الجديد لموسم 2020-2021، وذلك في إطار اهتمامه الشخصي بإصلاح قطاع التعليم الذي عرف خلال الفترة المنصرمة من المأمورية إصلاحات طالت المنظومة التربوية وتحسين ظروف الطواقم التعليمية. رئيس الجمهورية أدى زيارة لبعض الفصول الدراسية في مدرسة بود دباي التوسعة التي احتضنت حفل انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وحاور طواقم التدريس والقائمين على القطاع مؤكدا على ضرورة الالتزام بحضور المعلمين ومتابعة الدروس بصفة منتظمة. وحيا رئيس الجمهورية تلاميذ المدرسة واطلع على اليوم الأول من توزيع الكفالات المدرسية، وهو مشروع جديد يمتد على 5 سنوات في إطار التعاون الموريتاني الأمريكي. وستستفيد ولاية غورغول في إطار هذا المشروع الاجتماعي والذي يشمل ولاية البراكنة كذلك من 86 كفالة مدرسية بمعدل 50,000 طفل. فعاليات حفل انطلاق العام الدراسي تميز كذلك بإشراف رئيس الجمهورية على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية والطواقم التدريسية التي كان لها دور في تحقيق معدلات نجاح معتبرة في الولاية. وقد قدمت حرم رئيس الجمهورية السيدة مريم محمد فاضل الداه بمبادرة شخصية منها جوائز نقدية للتلاميذ المتفوقين تشجيعا لهم على الجد والمثابرة، لتتوالى التكريمات من قبل وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح سيد محمد ملعينين وليه لبقية المكرمين من الأسرة التعليمية. وفي الجانب الاجتماعي أطلق رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني برنامجا آخر يستهدف تحسين ظروف المواطنين الأكثر احتياجا، حيث سلم سيادته إشعارات لبعض المستفيدين من القروض الموجهة للبلديات الريفية التابعة لمقاطعة مبود. وينفذ هذا البرنامج من قبل صندوق الإيداع والتنمية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم سكان الريف وخلق فرص العمل، حيث مكن هذا البرنامج من تمويل 84 مشروعا بينها 219 مشروعا في مقاطعة مبود. رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني أدى زيارة لمعرض مفتوح تشارك فيه مختلف القطاعات الحكومية مثل التعليم والمياه والإسكان. وقد تعرف السيد الرئيس على برامج ومشاريع هذه القطاعات الخاصة بتطوير قطاع الخدمات الأساسية وتحسين ولوج ولاية غورغول إليها من خلال تنفيذ العديد من التداخلات. زيارة رئيس الجمهورية لولاية غورغول ينتظر أن تغير مسار التنمية في هذه الولاية ذات الطابع الرعوي والزراعي، ويفتح أمامها أفاقا واعدة للتنمية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مقاطعة مبود. ودائما في إطار نشاطات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم طبعا بمدينة مبود على هامش انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020-2021، حيث أشرف على وضع الحجر الأساس لمشروع كهرباء منطقة أفطوط الشرقي المعروفة بمثلث الأمل الواقع بين مبود ومونغل وباركيول. كما أطلق البرنامج الوطني لتسجيج المناطق الزراعية لموسم 2020-2021، وباشر الشروع في تنفيذ أنشطة لتكوين ودمج الشباب، وأطلق مشروع تنمية صيد القاري في مبود في إطار برنامج أولويات الموسع. إطلاق حزمة مشاريع للمساهمة في تنمية مثلث الأمل هو أحد أهداف هذه الزيارة التي مكنت رئيس الجمهورية من وضع الحجر الأساس لمنشآت ومرافق حيوية كهذه المحطة التي ينتظر أن تؤمن حاجة سكان الريف ضمن مرحلتين من الكهرباء انطلاقا من مانانتالي. رئيس الجمهورية تلقى شروحا حول مكونات المشروع ومراحل إنجازه، حاثا على ضرورة الحرص على حسن الأداء واكتمال الأشغال في الآجال المحددة.
الطاقة الكامنة في الشباب يمكن أيضا أن تستغل، لذا جرى وضع الحجر الأساس من طرف رئيس الجمهورية لبناء ملعبين رياضيين في إطار استراتيجية قطاع التشغيل والشباب والرياضة لتعميم التجربة على مدن عديدة في أفطوط الشرقي. هذا الأفطوط الذي تقع مناطق منه أيضا على ضفة النهر ما يتيح فرص انتعاش للصيد القاري، وهو ما يحاول قطاع الصيد أن يحققه عبر تجربة استزراع سمكي. وقف رئيس الجمهورية على إرهاصاتها الأولى قبل أن يشرف على توزيع معدات ومواد لصالح الصيادين في المنطقة، جهود احتفى بها الصيادون على طريقتهم. أنبود منطقة أيضا تتميز بتقاليدها الزراعية والرعوية، لذلك حرص رئيس الجمهورية على الإشراف على إطلاق مشروع تسييج آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية، حيث تمارس هنا الزراعة الفيضية والمطرية والزراعة خلف السدود، وكان المزارعون وأبناؤهم يكرسون الكثير من الوقت لحراسة هذه الحقول والمزارع خشية الحيوانات السائبة، وهو ما يحرم كثيرين منهم من الالتحاق بالمدرسة. اليوم وبحسب القيمين على هذا المشروع ستساهم الأسلاك الشائكة والسياج التي وضعت حول هذه الحقول في تخفيف الضغط على الأطفال ليمنحوا المزيد من الوقت للمدرسة، الأمر الذي أكد رئيس الجمهورية عليه قبل أن يغادر. سعيد الحبيب للموريتانية، أنبود. وتتمثل كهرباء منطقة أفطوط الشرقي في خط عالي جهد يربط محطة سيد باب الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال بالمحطة الفرعية المزمعة في أنبود. كما يمكن الصيد القاري من دعم التنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي فضلا عن الرفع من المستوى المعيشي للسكان عبر خلق فرص للعمل وتحسين الدخل. رزمة مشاريع تنموية لصالح السكان في مثلث الأمل تم الشروع في إنجازها ضمن خارطة عمل تحاول ملامسة احتياجات السكان الأساسية من خلال إقامة مرافق خدمية. هؤلاء العمال يقضون ساعات النهار الطويلة منهمكين في تركيب وتجهيز محطة الكهرباء هذه ضمن مشاريع لإنارة عشرات المدن والقرى والبلدات بمثلث الأمل انطلاقا من طاقة مانانتالي. محطة الكهربائية الفرعية التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال، ينطلق منها خط كهربائي جهد عالي وهوائي طوله 107 كيلومترات، وله يوصل إن شاء الله محطة أنبود الفرعية 90-33 كيلو فولت، سعتها 10 ميجا فولت أمبير. هذا المقطع الأول، والقسم الثاني إن شاء الله لا يتم إنجاز ذو المكونات التالية من خلاله 35 محطة تحويل سعتها مختلفة، وثلاث محطات فرعية 33-15 كيلو فولت، واحدة منهم في أنبود والأخرى في باركيبل وواحدة في مونغل، ولا يتم من خلاله إنجاز إن شاء الله 405 كيلومترات من الخطوط الهوائية الجهد متوسط 33 كيلو فولت، و 138 كيلو متر من الخطوط الهوائية جهد منخفض 231 فولت. والمشروع ممول من طرف الدولة الموريتانية وشركاء في التنمية اللي هما البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية. الكهرباء هي الدينامو المحرك لعجلة الإنتاج، فمع توفرها بكميات أداء عالية تتوفر فرص أخرى للابتكار، ومنها إمكانية نجاح تجربة الاستزراع السمكي هذه التي استحدثت لدعم قدرات الصيد القاري ولتشجيع الصيادين على ضفاف الأنهار وفي مناطق تجمع المياه لمنح قيمة مضافة تطويرا لمردودية الأسماك وإسهاما في امتصاص البطالة وتثمينا للمنتج المحلي. نحن هون في المؤسسة قالها مركز الصيد القاري واستزراع أسماك في مدينة أنبود، والمشرف على نشاط الصيد على مستوى غرغول وديكيدي ماغا، فعلا هو اللي يأطر تعاونيات هون ومشرف عليهم ويقسم عليهم المعدات اللي منها حاضر كان ها ورك المشاهد صراعوا فيهم هون الأحواط لهم ليعود يتم كبن فيهم الناس اللي تمارس الصيد هون
يكونوهم على الصورة اللي تم استزروا بها الأسماك يكتم عندهم المنتوج بصورة دائمة. تحقيق الأهداف المرسومة من هذه المشاريع من شأنه بحسب الخبراء أن يعزز من قدرات الموارد المحلية كي تساهم في توفير منتج وطني قد يشكل فيما بعد قاعدة صلبة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات. سعيد الحبيب للموريتانية، أمبود. في مجال التشغيل، أعلن قطاع التشغيل والشباب والرياضة عن إطلاق الأشغال في بناء ملعبين رياضيين في مقاطعة أمبود. وتأتي هذه العملية ضمن مشروع بناء عدد من الملاعب في مقاطعات عديدة بمثلث الأمل. في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لشريحة الشباب في مقاطعة أمبود، ومن أجل مواكبة تطلعات واهتمامات الشباب هنا في القضايا التي تتعلق بالرياضة والترفيه، ونظرا لحاجة هواة الأنشطة الرياضية إلى فضاءات تلبي متطلباتهم، تم في أمبود وضع الحجر الأساس لبناء ملعبين لكرة القدم. تشرف على بنائهما وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بتنفيذ من الشركة الوطنية للأشغال المنجزة بالمواد المحلية. هذا المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 23 مليون جديدة تم تمويله من ميزانية الدولة، وستدوم مدة العمل في هذه الملاعب 4 أشهر حتى تصبح جاهزة للاستخدام. لا تقتصر الملاعب الجديدة التي تم وضع حجرها الأساس على مقاطعة أمبود فقط، بل يدخل ملعب أمبود ضمن سلسلة ملاعب سيتم تشييدها في عدة مقاطعات من مثلث الأمل. محمد لميل، هذه قناة الموريتانية، مدينة أمبود. وأشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بعد ظهر اليوم في قرية شرخة التياب على تدشين الجزء الثاني من المرحلة الأولى والأخير من مشروع أفطوط الشرقي، حيث ستستفيد عشرات القرى من خدمات المياه من هذه المرحلة. وتلقى رئيس الجمهورية شروحا وافية عن المعطيات الفنية للمشروع قدمها خبراء في المجال توضح تفاصيل مختلف المراحل والمنشآت والخزانات التي تم إنشاؤها بمختلف المناطق المستفيدة في ولايات غورغول والبراكنة والأصابة. كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله هذه المحطة صحبة والي غورغول السيد أحمد نولسيدب، وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد أحمد المحمد، والمدير العام للشركة الوطنية للماء السيد محمد الأمين البنية، ومدير مشروع أفطوط الشرقي السيد أحمد زيدان والمحمد محمود، وحاكم مقاطعة أمبود السيد سيد محمد البناني، وعمدة بلدية شرخة التياب يحيى ولينجا. وأزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية إذانا ببدء ضخ المياه انطلاقا من خزان كبير بسعة 2500 متر مكعب من المياه. مجموع الخط تقريبا كيلومتر، معناه انه يغذي حتى البرات وميت. فيه خط اللي مائية تغذي لتوزيع المياه، سعته تتراوح ما بين 50 متر مكعب الى 25 حسب ومونجا والقصيبة. هاي المرحلة اكتملت خط رئيس، بعدين هاي القرى كاملة اللي وصلها الماء. وتعمل محطة المياه المتعلقة بالخزان بطاقة الهجين الموزعة بين مولد كهربائي وألواح لطاقة الشمسية. محطة مشروع أفطوط الشرقي لتزويد عدة قرى وتجمعات بالماء الصالح للشرب ضمن برنامج زيارة رئيس الجمهورية لولاية غورغول. وقد تم إنشاء هذه المحطة تحت إشراف وزارة المياه والصرف الصحي بمنطقة شلخة التياب التابعة لمقاطعة أمبود، وستستفيد من محطة المياه الصالحة للشرب في مرحلتها الأولى عدة قرى وتجمعات، على أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى في مرحلتها الثانية. يهدف مشروع أفطوط الشرقي في توسعته من المرحلة الأولى إلى تزويد ما يزيد تقريبا عن 300 قرية في منطقة أفطوط الشرقي، ونحن الآن أمام الخزان رقم 4 اللي من خلاله تنطلق قنوات نقل الماء الصالح للشرب شمالا مرورا بالقبرة وتجمع بالأحراث إلى الرضيضيع،
وأيضا فيه خط يتجه غربا باتجاه البرات وميت ومنقل والقصيبة، وفي خط يتجه جنوبا من المحطة محطة ضخ رقم 7 باتجاه فم القليتة ومبود وكوبات وبعض القرى الأخرى. هذه هي التوسعة، توسعة المشروع في مرحلته الأولى. سكان القرى المستفيدة من المشروع ثمنوا هذا الإنجاز الذي تحقق، وكانت المنطقة بحاجة إليه إظل تعتمد على المياه السطحية ومياه الآبار لأسباب شح إيجاد المياه الصالحة للشرب بالمنطقة. أصبحت هذه القرى اليوم تستخدم المياه الصالحة للشرب من محطة أفطوط الشرقي في جزئه الثاني من المرحلة الأولى. وراك طالبي من سيادة هذا المال اللي مهلنا، هذا المشروع اللي بالغنا عنه انه مهلا الله يعود ساقم عندهم القليته الى الرضيضية، الاماكن كامله اللي مهلا محتاجها له على انه يدوم ويتوفر بطريقه تعود كافيه السكان. هذا في الحقيقه سكان المنطقه كامله مامله فيه وعامله على انه ان شاء الله الله يستمر وفرحانه به ان شاء الله. المزين صالح للشراب، كنا فاصلين فيه حتى ميراد بإي وكنا فاصلين فيه، مدانا عطاشة إن زمن إحنا عطاشة. وحامدي مولانا للجانة، ورانا مرحبين بالرئيس ومرحبين بالوفد الجاي معاه. وينتظر من مشروع أفطوط الشرقي بعد تمكنه من التغلب على حل مشكل المياه الصالحة للشرب التي طالما شكلت قلقا لسكان هذه المناطق، السعي إلى مواصلة العمل حتى يستفيد أكبر عدد من السكان في مراحل ومناطق أخرى. قناة الموريتانية، محمد بن بلال، شلخة التياب، ولاية غرغل. كان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد وصل صباح اليوم إلى مدينة مبود، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء الحكومة وحاكم مقاطعة مبود والمنتخبون المحليون. هذا وكان رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزواني قد وصل صباح اليوم إلى مدينة مبود، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء الحكومة وكان السكان مدينة مبود نظموا استقبالا لرئيس الجمهورية هذا الصباح، استقبالا شعبيا اصطفوا فيه على جنبات الطريق الرابط بين المدينة ومهبط الطائرة، حاملين الصور المكبرة لرئيس الجمهورية واللافتات المعبرة عن ترحيبهم بهذه الزيارة التي يؤملون أو يأملون من خلالها حل المشاكل المطروحة لسكان المنطقة التي عانت عقودا من التهميش والنسيان. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني قد عقد مساء أمس في كيهيدي ضمن برنامج زيارته الحالية لولاية غرغل، عقد اجتماعا ضم أطر الولاية ومنتخبها ووجهائها وفعالياتها النسوية وممثلي المزارعين والمنمين. ووجه رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع التحية للحضور معبرا عن امتنانه لسكان ولاية غرغل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين كان موضعا لهما والوفد المرافق لها، وقال إنه حرص على الرغم من أن الزيارة زيارة فنية على عقد هذا الاجتماع للاستماع إلى هموم السكان والتعرف على مشاكلهم سبيلا لتقديم حلول ناجعة لها. سيد العطش هو المشكلة الأولى على المستوى البلدي واللي في منطقة الشجاف. وفي رده على استشكالات ومطالب أطري ووجهاء الولاية قال رئيس الجمهورية إن المداخلات كلها تركزت حول المصلحة العامة والمطالب التي تهم تحسين ظروف المواطنين في مختلف مناطق هذه الولاية. وأكد سيادته على أن هذا التوجه يدل على المستوى الرفيع
من الوعي والحرص على تحقيق المصلحة العامة وإعطائها أهمية كبيرة بما يمكن من مساعدة الحكومة على الاستجابة لحاجات المواطنين. شاكرين الإخوة والأخوات ولمداخلاتهم القيمة اللي تناولت مواضيع كاملة ولا اقتصرت على مطالب، مع أن المطالب كاملة اللي جات في المداخلات مطالب وجيهة ومشروعة ما طرقت يكون على المصالح اللي تستفيد منها الجماعات، والله تستفيد منها البلديات، والله تستفيد منها القرى، والله تستفيد منها المقاطعات، والله الولاية بصفة عامة. هذا بحد ذاته دل على مستوى من الاهتمام بالأمور العامة ومستوى كبير من الوعي. إذا نوعية المداخلات كانت على مستوى عالي، وقلت أنها ما اقتصرت على المطالب والله التذكير بهموم المواطنين، غير اتطرقت في قدر من المداخلات على مقترحات وعلى مقاربات بعض المتداخلين ذكرها مقترحها كحلول، والله كانت مساهمة في الحلول لبعض من هذه الأمور، وهذا في حد ذاته يعاوننا كاملين وجانب أساسي ومهم من النقاش مع المواطنين ومع الاطلاع على تطلعاتهم بهم، اللي حتى المواطنين أحس هم وقرب في بعض الحالات الياسر من المقاربات اللي يقدوا ينحلوا بهم مشاكلهم والمشاكل اللي يعانوا منها يوميا. إذن هذا كامل كان إيجابي. مع الأسف كيف تعرفوا ما نلاهي قد نرد على كل مداخلة، ولما أن كل مداخلة تناولت ياسر من النقاط وياسر من الأمور اللي ينبه عليها، وبالتالي الردود عليهم واحدة واحدة صراحة لا يعود فيها قدر من الصعوبة. يا غير هون الوزراء وكلهم أكيد على أنه قبل ملاحظاتكم والمطالب اللي تقدمتوا بها والمقترحات اللي تقدم بها بعض المتداخلين، والدور تجبر ذيك المواضيع ياسر من العناية إن شاء الله، ويدور يخرص ذاك كامل اللي تقد تعالج به. من الأكيد على أنكم تعرفوا على أنها ما هي لا تقد تعالج كاملة وتعطي نتيجتها كاملة في البلد بها، اللي المواضيع هنا اللي اطرق عليها فيها التعليم وإشكاليات، وفيها الزراعة، وفيها الماء، وفيها الصحة، والكهرباء، والتشغيل، والحالة المدنية، وفك العزلة، وما إلى ذلك، فيها مواضيع ثانية مهمة. هذه المواضيع التحديات فيها ما هي خاصة، معناها عندي الصعوبات اللي نتلقاها كاملين في حالة إيجاد لها حلول فورية بالعجلة. الأكيد أعلن الإرادة خارجة، والأكيد أعلن إسعاد المواطنين وجعلهم ظروف حياة مشرفة ومناسبة، قطعا أعلن هذا مملي خارج وخارج عودانه يتمنى، وأنه مملي الدور يخرج عليه العمل إن شاء الله. وللوقوف على الأجواء التي ميزت زيارة رئيس الجمهورية لولاية غرغل ونظرة الساكنة لها، نربط الاتصال بمدير مكتبنا في مدينة كهيدي محمد علي والسالك. مرحبا بك معنا محمد علي. ما هي الأجواء التي ميزت زيارة رئيس الجمهورية إلى لولاية غرغل، وكيف استقبلتها الساكنة هذه الزيارة؟ طبعا بالتالي
هنا على مستوى مدينة كيهدي وكذلك باقي مناطق ولاية غرغل، وذلك بترحاب كبير لزيارة رئيس الجمهورية ونتائجها الإيجابية التي عكست اهتمام سيادته والحكومة بشكل عام بتطوير حياة الساكنة في هذه الولاية، حيث أشرف رئيس الجمهورية على إطلاق جملة من المشاريع كانت في صدارة مطالب سكان الولاية، وكذا خاصة مقاطعة أمبود التي تعتبر من أكبر مقاطعات الولاية من حيث الكثافة السكانية. يتعلق الأمر بمشروع كهرباء، خط كهربائي سيحسن من الحياة الاقتصادية في هذه المقاطعة، وكذلك يوفر خدمة مهمة تكاد معدومة في مختلف الأحياء النائية أو الأحياء الواقعة على الأطراف في مدينة أمبود، كذلك إطلاق مشاريع تتعلق بالتشغيل وتتعلق بتمويل بعض من التعاونيات والتكتلات العاملة في مجال الزراعة والمجالات الأخرى. إذن كانت ونحن لمسنا شعور كبير من سكان غرغل لهذه الزيارة التي كانت كذلك مفتوحة أمام جميع المواطنين، حيث حرص رئيس الجمهورية على أن يستمع إلى جميع المداخلات التي اجتماع الأطر الليلة البارحة الذي استمر قرابة 4 ساعات، كانت المداخلات كلها تدعو إلى وضع آلية جديدة لتنمية ولاية غرغل التي تتميز بمقدرات زراعية ورعوية كبيرة ما زالت في حاجة إلى الاستثمار والتحسين من مخرجاتها التنموية. شكرا جزيلا لك محمد علي ولسالك، كنت معنا من ولاية غرغل. انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم تحت رئاسة نائب الشيخ والباية، ذلك بهدف دراسة المشاريع التالية: مشروع القانون الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 05599 الصادر بتاريخ 24 يوليو سنة 1999 المعدل والمتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 06399 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021. مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد المرابط والبناهي. انطلق زوال اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، ويخصص هذا الاجتماع لماذا اسمعي؟ يخصص لتقييم عمل لجنة الصندوق ونقاش خطة عملها في المستقبل. يلتئم اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا لنقاش جملة من القضايا المتعلقة بتقييم عمل اللجنة بعد شهور من إنشائها وكذلك خطة العمل المستقبلية. وقد أوضح وزير المالية خلال افتتاح أعمال اللجنة صباح اليوم بالعاصمة أن عمل الصندوق خلال الأشهر الماضية انصب حول محاربة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا ومحاولة الحد من الأضرار الناجمة عنه. بعد 6 أشهر تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، الشيء الذي عزز من أداء منظومتنا الصحية ومكنت هذه التجهيزات من مصاحبة الإجراءات الاحترازية من كمامات ومحلول إلى آخره، كما مكنت من توفير أسرة الإنعاش وإجراء الفحوصات الضرورية للتثبت من تفشي الفيروس. وعلى الصعيد الاجتماعي
تمت معالجة الآثار المترتبة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث استفادت الفئات الهشة من مساعدات هامة من إعفاء المواد الأساسية من الضرائب ما تبقى من السنة الجارية، وتحويلات نقدية وغيرها، ومجانية المياه في الوسط الريفي، ومجانية خدمات المياه والكهرباء في الوسط الحضري للأسر الأقل دخلا. اللقاء كان فرصة للاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا حول سير عمل الصندوق وإبداء ملاحظاتهم ونقاش السبل الكفيلة بتطوير عمل هذه اللجنة. انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية حول تطبيق اتفاقية بانجي للملكية الفكرية منظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة. تهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة للمختصين المتخصصين من قضاة ومحامين وخبراء في الملكية الفكرية لتدارس الاتفاقية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطبيقها على النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية. السعي إلى تعزيز الملكية الفكرية وإسهامها الفعلي في تنمية الدول عن طريق النهوض بالابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتعميمها والنهوض بالإبداع. تأتي هذه الورشة التحسيسية المنظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة حول تطبيق اتفاقية بانجي للملكية الفكرية بحضور وزيري العدل والتجارة والصناعة والسياحة. يناقش المشاركون في هذه الورشة مختلف القضايا المتعلقة بالشق الصناعي من الاتفاقية وأهمية حقوق الملكية الفكرية من أجل خلق التنافس واقتراح الحلول للمشاكل والعراقيل التي تعترض تطبيق الاتفاقية على مستوى العدالة. إن هذا اللقاء الذي يجمعكم اليوم أو يجمعنا اليوم يندرج في إطار سلسلة من النشاطات ينظمها القطاع بشكل مستمر للتعريف بالملكية الفكرية، وخاصة في شقها الصناعي وتوعية المخترعين والصناعيين وكذلك القضاة والمحامين بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، ضمانا للتنافس النزيه وتشجيعا للابتكار والاختراع من أجل الاستفادة من الملكية الصناعية كعامل للتنمية الاقتصادية ومحرك للاستثمار والتشغيل. يناقش القضاة والمحامون والخبراء في هذه الورشة إمكانية تطبيق البنود التي تضمنتها اتفاقية بانجي حول الملكية الفكرية والسبل الكفيلة بحماية الملكية عبر القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الملكية لأصحابها. هذه الورشة منظمة من طرف الوزارة في إطار برنامج سنوي للتحسيس بالملكية الفكرية وخاصة في شقها الصناعي، وهذه الاتفاقية اخترنا أن تكون عنوانها هو تطبيق اتفاقية بانجي المؤسسة للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية من طرف القضاء الموريتاني، ويشارك فيها عدد كبير من القضاة المنتدبين من طرف الوزارة وعدد كبير من المحامين وكتاب الضبط وخبراء الملكية الفكرية. وسيتم خلال هذه الورشة تقديم مجموعة من العروض عن مختلف جوانب اتفاقية بانجي وعن المشاكل التي تطرحها للقضاة أثناء تطبيقها حول على النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وسيتابع المشاركون في هذه الورشة عروضا ومحاضرات تتناول تطبيق اتفاقية بانجي من قبل القضاء الموريتاني والحجوزات التحفظية في إطار نزاعات الملكية الفكرية والحماية القضائية للمعاملات التجارية، إضافة للاعتداءات على حقوق الملكية الصناعية ومعارضة تسجيل العلامات التجارية. بدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 صباح اليوم على عموم التراب الوطني. وعلى مستوى ولاية نواكشوط قام الأمين العام لوزارة التدريب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بزيارة لمدرسة المطافي بالقصر والثانوية التجارية والإعدادية 5 ومدرسة يوسف 2 بدار النعيم والثانوية الامتياز بالميناء للاطلاع على الظروف التي ميزت الافتتاح الدراسي هذه السنة. مع افتتاح العام الدراسي 2020-2021 أدى الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح زيارة تفقد لبعض المؤسسات التعليمية في ولايات نواكشوط الثلاث، حيث اطلع على انطلاقة عملية التدريس والظروف التي جرت فيها. وأكد الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح السيد علي السيلاس خماري أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للتحضير لعام
دراسي مختلف بكل المقاييس ووفرت المستلزمات اللوجستية لذلك. كما أكد أن الحكومة ماضية في تطوير التعليم وإصلاحه بالشراكة مع آباء التلاميذ والأسرة التربوية. الافتتاح الدراسي الجديد كان مناسبة توافد فيها التلاميذ وأولياؤهم إلى المؤسسات التعليمية للتسجيل سباقا مع الزمن. جيت هنا ثاني يوم دوري كان يسجل، رأيت شوية إعاقات من قد التسجيل، يقير بعد الحمد لله هذا كامل يتخطى، وطالبين من الدولة أنهم يحسنوا من التعليم للسنة، بمعنى السنة الماضية قليل ذاك اللي قرينا، قليل حتى اللي قرينا. مستوى التعليم العالي هم بعض مشاكل أخرين، مشاكل موسمية كل سنة تتكرر نفس المشاكل. من هاي المشاكل مشاكل الناقل، نحن رانا كل سنة عندنا والله سنتين نلاحظوا أن واحدة من الكليات اللي كانت في المدينة هنا المواكشوط تأخذ شغل خارج، شغل خارج المدينة، وبالتالي ذاك يطلب زيادة النقل. ويتمنى الجميع أن يكون العام الدراسي الجديد أفضل من سابقه، وقد هيئت لذلك الظروف كاملة من عمليات تحسيس بأهمية التسجيل مبكرا والتحذير من الاستهتار بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العام الدراسي الماضي. وعلى غرار باقي ولايات الوطن، افتتح العام الدراسي صباح اليوم في ولاية الحوض الغربي. وبهذه المناسبة أدى والي الولاية زيارة لثانوية العيون وعدد من المدارس الابتدائية بغية الاطلاع عن قرب على الأجواء التي ميزت هذا الافتتاح. مع بداية ساعات الصباح الأولى بدأ الأطفال التوافد إلى المدارس، وعلى أنغام النشيد الوطني أدوا تحية الصباح إذانا ببدء عام دراسي جديد. جميع التلاميذ المدرسة وجميع معلمي المدرسة حضروا في الوقت المناسب. المعلمون بدأوا الآن باستئناف الدروس في الفصول في ظروف جيدة ومرضية. والي الحوض الغربي السيد محمد المختار العبدي رفقة رئيس الجهة وحاكم وعمدة مقاطعة العيون والقادة الأمنيين والعسكريين أدوا زيارة تفقد واطلاع لثانوية العيون وعدد من المدارس بغية الاطلاع عن قرب على سير افتتاح العام الدراسي 2020-2021. هذا الاطلاع مكننا من معرفة حضور اللي كان ملاحظ على أنه حضور جيد على مستوى طواقم التدريس، مع ملاحظة فتور قليل في حضور التلاميذ، وكانت مناسبة أن التنبيه أعلن فضل مولانا السنة الدراسية السنة الماضية اللي كانت الافتتاح فيها جيد ومنظم من يوم 7 أكتوبر متواصل إلى غاية 15 و14 مارس، كان يرجع له الفضل مع مولانا في نجاح إنقاذ السنة الدراسية عام الأول اللي كانت اجتاحها كوفيد وعطلها نصف مثلا أكثر من فصل من السنة. هذا درس يجب أن نوعاوها ونحاول نستفاد منها أيضا في هاي السنة. أعلن آباء التلاميذ وجميع الفاعلين والشركاء في العملية التربوية من يالتهم يكاثفوا الجهود إياك يتم هذا الافتتاح بأفضل من الافتتاح السنة الماضية، إياك لا قدر الله حصل أي عائق إذا هو مدد قدمت بالشكل المطلوب اللي قد يأمن لها استغلال الوقت والزمن بأقصى حد ممكن. عام دراسي جديد يأمل سكان ولاية الحوض الغربي أن يكون أفضل من سلفه، وأن يتمكن الطلاب فيه من التحصيل العلمي بعيدا عن أجواء كوفيد-19. عبد الله يسلم، الموريتانية، مدينة العيون. أما على مستوى مدينة النعمة، فقد عرفت المؤسسات التعليمية بالمدينة نسبة إقبال مرتفعة من طرف التلاميذ وحضورا مبكرا لطواقم التربوية في اليوم الأول من السنة الدراسية 2020-2021. وقد تم اختيار المدرسة رقم 10 بالحي القديم للافتتاح الرسمي الذي أشرف عليه والي الحوض الشرقي بحضور رئيس المجلس الجهوي وحاكم المقاطعة وعمدة بلدية النعمة وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والإدارية ومختلف الفاعلين التربويين. على نغمات النشيد الوطني وبعيون ساهمة لهذا العلم المرفرف في سماء النعمة، وهنا في فضاء المدرسة رقم 10 تم افتتاح العام الدراسي الجديد 2020-2021 بإشراف من والي الحوض الشرقي
عمدة بلدية النعمة في كلمته بالمناسبة خاطب الضمير الجمعوي ودعا إلى تكامل الأدوار من أجل النهوض بالتعليم. لا يسعني إلا أن أنتهز هذه الفرصة لمخاطبة الضمير الوطني فينا جميعا كل حسب موقعه، حتى ننهض بمنظومتنا التربوية، حتى نصل وبعون الله إلى ما نصبو إليه من نهضة وتنمية واستقرار. رئيس مكتب آباء التلاميذ بالمدرسة رقم 10 ذمن الخطوات المتخذة سعيا إلى تطوير القطاع في إطار التوجه العام للدولة. نحن كمكتب آباء التلاميذ في ولاية الحوض الشرقي وفي عاصمة الولاية نذمن هذه الخطوات الجريئة في سبيل إصلاح التعليم والعناية بالمدرس من خلال خلق المدرسة الجمهورية. الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح أكدت أنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح واستراتيجية التعاون البناء مع مختلف الفاعلين في القطاع. إنه لشرف لنا جميعا أن نجتمع في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ منظومتنا التربوية على المستوى الوطني عموما وعلى المستوى الحوض الشرقي خصوصا، لنشهد معا انطلاق العام الدراسي 2020-2021 الذي أراد له رئيس الجمهورية أن يكون منطلقا نحو مدرسة جمهورية مؤسسة على الحياد الاجتماعي سبيلا إلى تعزيز اللحمة الوطنية. نعمل أيضا جميعا على طي صفحة الماضي، ماضي القطاع، وفتح صفحة جديدة ملؤها العلم والعمل. نسبة الحضور المعتبر للتلاميذ ميزت افتتاح العام الدراسي الجديد في جو ملؤه التفاؤل والارتياح. ظروف الافتتاح ما شاء الله كانت زينة، ما شاء الله كانت وضعية زينة، ما شاء الله ما شاء الله متفائلين ان شاء الله بالخير، ان شاء الله التلاميذ ان شاء الله نجاح ان شاء الله. زين ما شاء الله الاساتذة مهتمين بالتعليم وجاوب العجلة قدموا مولي درس ما شاء الله الافتتاح بعد الاول وبعد زين ما شاء الله. المدرسون وقد اخذوا اماكنهم داخل حجرات الدرس وجدوا الظروف مواتية للبداية الفعلية في تقديم الدروس. وبدينا ندخل الفصل الأول يعني الشابتر الأول، وبشكل عام ملاحظ بأن حضور تلاميذهم في المؤسسة حضور كان جيد، وخصوصا قسم ناتية 6 أمس تمثل نسبة الحضور 99% تقريبا. نسبة حضور معتبرة وسط أجواء انسيابية سمحت بتقديم حصة في اليوم الأول للافتتاح عملا بالقاعدة تصحيح البدايات شرط في النهايات، لترتفع بذلك الآمال في إصلاح وتطوير التعليم. عبدالله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة النعمة. في ولاية العصابة افتتح والي الولاية العام الدراسي 2020-2021 من مدرسة بلال 1 بمدينة كيفة، وذلك رفقة رئيس المجلس الجهوي وحاكم المقاطعة والسلطات الأمنية والأسرة التربوية. كما قام الوالي صحبة الوفد المرافق له بجولة في عدد من المدارس للوقوف على ظروف سير العملية التعليمية قبل أن يتفقد الورشات العاكفة على ترميم وإصلاح المقاعد الدراسية. بعد بناء وتأهيل البنية التحتية واكتمال التحضيرات في الأجال المحددة، انطلق العام الدراسي الجديد بولاية العصابة بإشراف من السلطات الإدارية والأمنية يترأسها الوالي، الذي أكد من مدرسة بلال 1 على ضرورة تضافر الجهود للرفع من المستوى التعليمي والتصدي لجائحة كورونا عبر تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الدولة. هذه السنة سنة خاصة، خاصة لأنها تتطلب منا جميعا أن نواصل الجهود التي قمنا بها السنة الماضية من أجل مكافحة ومواكبة الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الحد من داء جائحة كورونا والذي ما زال مستمرا، وذلك عن طريق تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم بين وزراء الثلاثة التهذيب والداخلية والصحة وأمامي وسائل التعقيم وسائل النظافة، وهذا طبعا إجراء مطلوب في هذه الفترة بشكل خاص. كما أهيب بالأهالي وأباء التلاميذ وكافة الشركاء على التروية أن يضاعف الجهود من أجل سنة دراسية إن شاء الله ناجحة قوامها المثابرة والحفاظ على الجانب الصحي ومواكبة العملية ككل. رئيس جهة العصابة بدوره
ثمن التفوق الدراسي الحاصل بالولاية مطالبا بتكثيف العمل دفعا للعملية التربوية. نحن نودع عاما دراسيا قبل أسبوعين تميز بتقدم لوحظ على مستوى ولاية العصابة في نتائج المتحصلة على مستوى الشهادات بكالوريا وشهادة ختم دروس الابتدائية والإعدادية أيضا، وهي مناسبة أنتهزها ليحيي الطاقم الدراسي على مستوى ولاية العصابة على النتائج المتحصلة عليها، وأطلب منهم مضاعفة الجهود وتكثيفها من أجل حصد نتائج أكبر، والطموح يتضاعف هذه السنة أيضا. بانتهاء حفل الانطلاقة تجول الوالي والوفد المرافق له في أقسام عدد من المدارس، حيث وقفوا على العمل الجاري من قبل جهة العصابة لترميم وإصلاح عشرات المقاعد الدراسية، وذلك قبل ختم الجولة بزيارة للمعهد التربوي من أجل الوقوف على سير العمل بشأن توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ والطلاب. وعلى مستوى عاصمة البلاد الاقتصادية جرت انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020-2021 بالولاية في ظروف عادية مع احترام التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا. وقد بلغ عدد التلاميذ بالولاية هذه السنة 134,000 موزعين على 128 مؤسسة من التعليم العمومي والخاص. راحة دراسية لم تدم طويلا للتلاميذ عن قاعات الدراسة. أزيد من 34,000 تلميذ بين التعليمين العام والخصوصي يعودون إلى الفصول على المستوى دخلة وذب برسم العام الدراسي الجديد 2020-2021. شعور لا يقاوم بالفرح يتملكهم وهم على أعتاب موسم دراسي جديد. الأستاذ زين ما شاء الله ما شاء الله جينا نحن ما شاء الله متخرجين من السنة الرابعة الإعدادية متواعدين لسه. وجينا اليوم قبلنا من دفعتنا واعدين ليس ولكن بقى تحركات ما شاء الله زين الحمد لله. زين الحمد لله وتفتحهم بقى زين عندنا الحمد لله ولا بيش ما شاء الله ولا نمشقرين له شيء ما شاء الله. زين عندنا ما شاء الله بنهرنا المدرسة لنا عنها 15 يوم. والي داخلة وذيب وكالة السيد محمد محمود للمصطفى أدى زيارة تفاقد واطلاع لبعض المؤسسات التعليمية بشقيها الابتدائي والثانوي بالمدينة. وشملت زيارة السلطات الإدارية التي كانت رفقة رئيس الجهة وعمدة مدينة وذيب والسلطات الأمنية مدرسة العرقيب رقم 1 ومدرسة الشيخ ماء العينين برأس الإيمان وثانوية الامتياز والإعدادية رقم 1 بحي المزارعين. وخلال مختلف هذه المحطات تعرف الوفد الزائر على الظروف التي جرت فيها الانطلاقة بما فيها اتخاذ تدابير السلامة للوقاية من جائحة كورونا. احنا كنا نعدل زيارة تفقد الظروف اللي تمت فيها افتتاح السنة الدراسية 2020-2021 ولاحظنا الحمد لله على أن إجراءات كاملة اللي تضمن أن هذه السنة إن شاء الله تعود سنة ناجحة أنها تبارك الله اتخذت في أول يوم. لاحظنا الآن جميع المصادر البشرية اللي هم المعلمين والأساتذة في المدارس اللي زرنا وفي الإعداديات وفي الثانويات اللي زرنا لاحظنا عنهم كامل مكتمل ما هي مغياب الحمد لله. مكتب رابطة آباء التلاميذ الشريك في عملية التربوية أكد مواكبته للجهود المقام بها من أجل عودة آمنة للدراسة. قضية الإجراءات الافتتاحية ما شاء الله تمت بظروف حسنة، الطاقم التعليمي موجود كامل، التلاميذ الحمد لله موجودة بالرقم بعد أن فهم روايات كاملة اللي ربما كانت قد تعيق هذا قال بعد ما عاقته الحمد لله. هذا ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العمومي بالولاية 51 مؤسسة للتعليم بشقيه الإعدادي والثانوي إضافة إلى 77 مؤسسة للتعليم الخاص. الفاغب للشيباني قناة الموريتانية نوذبو. في ولاية أدرار تفقد والي الولاية سيد حداد مبالي يترى صباح اليوم عدة مدارس في مقاطعة أطار، حيث اطلع على ظروف الافتتاح ومدى إقبال التلاميذ وطواقم التدريس خلال اليوم الأول من العام الدراسي 2020-2021. على غرار باقي ولايات الوطن بدأت السنة الدراسية 2020-2021 اليوم في ولاية أدرار بعد اكتمال التحضيرات اللازمة في مختلف المؤسسات التربوية، وأشرف على الافتتاح والي الولاية والحاكم المساعد والسلطات الأمنية والمصالح التربوية،
واستهل الوالي الزيارة بالثانوية الفنية في أطار، حيث اطلع على بعض أقسام هذه المؤسسة التي تستقطب سنويا ما يزيد على 500 طالب في العديد من التخصصات الفنية. بعد ذلك قام الوالي بزيارة لكل من ثانوية البنات وثانوية الامتياز، ليتوجه بعد ذلك إلى ثانوية أطار وإعدادية تروان، حيث حث طواقم التدريس في كل هذه المحطات على التفاني في أداء مهمتهما النبيلة، واطلع على مدى جاهزية هذه المؤسسات. وأكد الوالي السيد حداد مبالي ترى في كلمة له بالمناسبة أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، والتأكد من حضور التلاميذ والأساتذة لقاعات التدريس ومدى جاهزية هذه المؤسسات. وأكد المدير الجهوي للتعليم أن جميع التدابير اتخذت لتوفير الظروف الملائمة لافتتاح السنة الدراسية على مستوى الولاية. هذه الزيارة مكنت السيد الوالي والوفد المرافق له بالاطلاع ميدانيا على انطلاقة الفعلية للمؤسسات، والتي من خلالها لاحظنا الحضور الفعلي ب 100% في الطواقم التربوية، كما لاحظنا كذلك ما يزيد على 50% من التلاميذ، ونرجو من رابطة تابعات التلاميذ مواكبة الجهود من أجل رفع هذا التحدي والحضور المكثف للطلبة حسب لائحة المسجلين. واستعرض رئيس رابطة آباء التلاميذ الجهود التي قامت بها الرابطة مساهمة منها في خلق الجو الملائم لانطلاق العام الدراسي في ظروف جيدة. انتهز السانحة لأشكر السلطات الإدارية من القمة إلى القاعدة على الجهود الجبارة من أجل نجاح هذه المهمة التربوية، كما نطلب منهم المزيد من العطاء وتذليل الصعاب. وأكد مدير الثانوية الفنية السيد الشيخ عبد الله والباب أن افتتاح العام الدراسي كان على المستوى المطلوب، معلنا جاهزية المؤسسات التربوية في مختلف الأصعدة. وأكد العمدة المساعد لبلدية أطار السيد الشيخ سعد بوهل الشيخ ملعنين ضروة الجد والمثابرة، شاكرا السلطات الإدارية على ما بذلته من جهود في سبيل النهوض بالأسرة التربوية وخدمة قطاع التعليم. وتحتوي ولاية أدرار على 53 مدرسة مكتملة، 29 منها في أطار، و17 في مقاطعة أوجفت، و4 في الشنقيط، و3 في ودان. بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدأ إذن العام الدراسي على مستوى ولاية أدرار كباقي ولايات الوطن في سنة دراسية يأمل المواطنون أن تكون السنة الدراسية ناجحة بكل المقاييس. الشيخ الحميدي، الموريتانية، أطار. تفقد والي أدرار السيد حداد مبالي أترى صباح اليوم عدة مدارس في مقاطعة أطار، حيث طلع على ظروف الافتتاح ومدى إقبال التلاميذ على التدريس. أعتقد أن هذا التقرير هو الذي كنا قد تابعناه قبل قليل، لكن غير بعيد من أطار وتحديدا في مدينة كيشوجت، شهد اليوم الأول من السنة الدراسية بالمدينة حضورا معتبرا للمدرسين والطواقم التربوية التي باشرت مزاولة مهامها في الوقت المحدد لانطلاق الدراسة. هذا وقد طلعت السلطات الإدارية والأمنية بهذه الولاية طبعا بولاية أدرار على ظروف الافتتاح ووضعية المؤسسات التربوية وما اتخذ من تدابير ومن إجراءات لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الحالي. قرعت الأجراس واصطف التلاميذ أمام الأقسام يرددون النشيد الوطني إذانا ببداية عام دراسي جديد هنا بمدينة كجوجات عاصمة ولاية إنشيري، حيث سيتوجه أكثر من 4900 تلميذ إلى مقاعد الدراسة، 1386 منهم في التعليم الثانوي موزعين بين 18 ابتدائية وثانويتين، ويدرسهم 80 معلما و51 أستاذ. السلطات الإدارية والأمنية رفقة المنتخبين وممثلي روابط آباء التلاميذ اطلعوا على ظروف سير الدراسة في عديد المدارس بالمدينة، حيث استمعوا من القائمين عليها إلى مجمل النواقص المسجلة لديهم. إجرى في ظروف طبيعية، حيث تم تواجد الطاقم التربوي مكتمل والفصول وفتحت أمام التلاميذ واستنفت الدراسة الحمد لله في ظروف جيدة، ما فيه اختلالات، ما فيه نقص في الكادر البشري، والطاقم التربوي متواجد مكتمل الحمد لله. وفي هذا الإطار اللي نختار نوجه الطاقم التربوي على أنه يحث التلاميذ على الالتزام بذوك الإجراءات الاحترازية كاملة
لأن هذا الوباء ما فاته، ويا الله لا ذاك يطلب منا مزيد من اليقظة ومزيد من الإجراءات الاحترازية، لكن نمشي الموسم الدراسي على أحسن ما يرام ولا يخلق فيه أي تعطلات ولا يخلق فيه. اليوم الأول من الدراسة سجل تراجعا في نسبة الحضور مقارنة بعدد التلاميذ المسجلين رغم حضور الطواقم التربوية وبدء تقديم الدروس. نختيروا نهون حتى لابات تلاميذ بعد أنهم ابتداء من اليوم يبدوا في تحسيس أبنائهم إياك يوصلوا في الوقت المناسب للمدرسة. وبالنسبة لنشيريهون الحمد لله رب العالمين ما في مشكلة، الحمد لله التلاميذ جاءوا في وقت مناسب اللي منهم قد يجي، ونختيروا لا ينزاد ذاك في المقاطعة هون 9 مدارس إلى 12 مدرسة، معناها إجبرنا المفتشين المقاطعة في بن الشاب، ومفتش هو مادي حاضر معناهم فوق جوجت، وما شاء الله ظروف جيدة، والتلاميذ 2000 زايدة من التلاميذ، وطاقم موجود ما تغيب منه حد. عمدة بلدية كجوجت ونائب رئيس جهة الولاية ذمن العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا بالبلد للتعليم، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بهذا القطاع الذي يمثل أهم ركيزة للبناء والتقدم. هي إذن عودة للتلاميذ والمدرسين إلى حجرات الدرس في ظل التوجه الجديد لإصلاح التعليم والانطلاقة الفعلية لهذا الإصلاح المطبق على المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، سبيلا إلى الوصول إلى المدرسة الجمهورية المنشودة للموريتانية أحمد معلوم محمد أكجوجت. في ولاية تقانت توجه التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية في المدينة وعلى مستوى باقي مقاطعات الولاية. وقد تفقدت السلطات الإدارية في هذه الولاية اسماعيل هذه المرة في ولاية تقانت، وبالتأكيد تفقد طاقم الإداري بعض المؤسسات للإطلاع على الظروف التي ميزت الافتتاح الدراسي هذا العام. إعدادية العرقوب بتجكشك كانت أولى محطات زيارة التفقد والإطلاع على سير وظروف افتتاح العام الدراسي 2020-2021 بالمؤسسات التعليمية هنا بتجكشة. ظروف افتتاح هذا العام الدراسي كانت محل تذمين وإشادة من طرف السلطات الإدارية هنا بالولاية. لاحظنا بشكل عام على أن بالنسبة للطواقم كان حضورها 100%، كذلك المدارس كانت جاهزيتها ممتازة، ونسب الطلاب كانت فوق 90. راجين على أن هذه تعود بداية إن شاء الله موفقة للعام الدراسي 2020-2021، خاصة وعلى أنها السنة الأولى اللي له يطبق فيها الإصلاح على مستوى السنوات الأولى من الابتدائية والإعدادية والثانوية. وبذي المناسبة تأكدنا على أن هذه السنوات بالذات أنها لقات ما تحتاج من طواقم، لقات ما تحتاج من معدات تدريسية، واندارت ظروف مناسبة لياك تعود فعلا سنوات إصلاح. إجراءات اتخذت هنا قبل الافتتاح سعيا إلى التحضير الجيد، وذلك من ترميم بعض المؤسسات التعليمية هنا، فضلا عن تنظيم استقبال الخريجين المحولين إلى تقانت من مدرسين وأساتذة. ويشار إلى أن هذا الاستقبال نظيم من طرف السلطات الإدارية بالتعاون مع بلدية تجكشة. لقناة الموريتانية الشيخ أحمد دول الطلبة من مدينة تجكشة. وجه وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل والشيخ أحمد اليوم برقية تعزية التالية إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري في وفاة السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. صاحب المعالي الدكتور فيصل المقداد: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وكان لي الشرف أن تعرفت على الفقيد عن قرب وأن أعمل معه عندما كنت منسقا للأمم المتحدة في بلدكم الجميل، وقد عرف الفقيد لدى كل الفاعلين في تلك الفترة بحكمته وخبرته الدبلوماسية الواسعة التي تجاوزت نصف قرن، وتفانيه في العمل وخدمة وطنه وشعبه.
وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب السوري الشقيق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إسماعيل الشيخ أحمد. أشرف والي داخلة نواذيب المساعد صباح اليوم بحضور السلطات المدنية والأمنية والعسكرية وعمدة بلدية نواذيب على افتتاح ملتقى تكويني لصالح السلطات الإدارية للمنطقة الشمالية. ويأتي هذا الملتقى ضمن 4 ملتقيات مدرجة على أجندة العمل لقطاع الداخلية واللامركزية لصالح السلطات الإدارية. يؤكد هذا الملتقى التكويني الذي جمع السلطات الإدارية بولايات أدرار داخلة نواذيب وتيز الزمور وإنشيري مدى الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية واللامركزية لتأطير وتكوين الكادر البشري وجعله على المستوى المطلوب للتعاطي مع الشأن المحلي عبر مخرجات الملتقى. الوالي المساعد لولاية داخلة نواذيب وخلال الافتتاح الرسمي للملتقى طالب المشاركين بضرورة الاستفادة من هذه السانحة. إن مسؤوليتكم الجسيمة في تنسيق جميع السياسات العمومية يجب أن تظل ماثلة في أذهانكم باستمرار، وأن تكون الدافع الوحيد الذي يوجه عملكم بإخلاص في جميع الأحوال. ولا يخفى عليكم أن الخصائص العامة التي تميز الخدمة العامة يجب أن تظل دائما هي الاستمرارية والحياد والمساواة بين الجميع، وبموجب ذلك فإنه يتعين عليكم أن تكونوا مثالا للحياد والموضوعية والتجرد، وبقدر تشبثكم بهذه الخصال الحميدة تقاس قدرتكم على التسامي عن الخلافات السياسية والاجتماعية بما يمكنكم من الاضطلاع بشدارة مسؤولياتكم. بوصفكم سلطات إدارية تمثلون فخامة رئيس الجمهورية والحكومة في دوائركم المختلفة. عمدة بلدية نواذيب أكد أهمية هذا الملتقى. مركزي التسيير عن اختيار لا رجع فيه للبلد، وعن المؤسسات اللامركزية اللامؤسسات للدولة تحت وصايتهم ويقدموا خدمات للدولة ويلا تقدموا في الموضوع اللي ذهب. وخلال اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر يومين قدمت عروض حول الخطة الاستراتيجية لقطاع الداخلية واللامركزية والتسيير العقاري وأقلمة السياسات العامة، على أن تستكمل بقية العروض خلال اختتام هذا الملتقى. لقناة الموريتانية عبد الله الزبير نواذيب. أبقى في نواذيب حيث عقد المجلس الجهوي لداخلة نواذيب صباح اليوم في مقره بالمدينة الدورة العادية 6 له برئاسة السيد محمد المامي والأحمد بزيد رئيس المجلس وحضور الأعضاء من المستشارين. ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة أمور من بينها مناقشة الخطة التنموية للمجلس الجهوي خلال الفترة القادمة، فضلا عن النظر في بعض القضايا المتعلقة بالتسوية القانونية لعمال الجهة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لجهة نواذيب هي الثالثة للعام الحالي. إذن مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة بعد الإشراف على افتتاح السنة الدراسية من مدينة مبود. رئيس الجمهورية يعطي من مدينة مبود إشارة انطلاق السنة الدراسية 2020-2021. رئيس الجمهورية يشرف على وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في مقاطعة مبود. بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.